السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أحمد عبد المنعم إبراهيم، أستاذ مساعد العلاج الطبيعي جامعة حائل المملكة العربية السعودية. إن شاء الله أكون معكم النهاردة في المونيتورينج سيستم إن أو ديفايسز إن أي سي يو أند لايف سبورت إكويبمنت. سؤال بسيط، إيه علاقتي أو يعني إيه الكونكشن بيني وبين الميديكال ديفايسز دي او المونيتورنج ديفايسز دي واللايف سبورت اكويبمنت؟ ابسط حاجه، لما نخش على المريض لازم اعرف كل الهيستوريز بتاعته. في سام هيستوريز ممكن ناخد منها انفورميشن، وفي هيستوريز وفي انفورميشن بناخدها من العيان وما بنستفيدش منها. فبالتالي انا محتاج اعرف كل حاجه على العيان، سواء هستفيد منها دلوقتي او هستفيد بعدين. دي حاجة. الحاجة التانية، ما ينفعش يكون العيان بالمنظر دون عنده أجهزة وأسلاك داخلة وأسلاك خارجة كتير قوي وأنا مش عارف ده إيه. أبسط حاجة بعلمها للطالب أو بنصحك بيها، ما تلمس عيان وحضرتك مش عارف السلك ده رايح فين وجاي منين. ما تلمس عيان وما تعرفش التيوبس دي بتاعت إيه، حتى لو خدت معلومة صغيرة جدا من الممرضة، من طاقم التمريض، من طاقم الصف لو حد جنبك. ابسط شغل لينا ان احنا ممكن نعمل بس بموت الواحد بيد ريدن بالمنظر دون. فلو عملت بس بموت هتعمل ازاي بس بموت وسط الاسلاك والتيوبس والاجهزه اللي رايحه جايه دي؟ دي ابسط سبب تخليني اعرف الديفايسز دي او الاكويبمنت دي. طيب السبب الثاني والاهم، ان فعلا الديفايسز دي بتديني معلومات، بتديني انفورميشن، بتديني نوتس عن العيان والفولو اب بتاعي وهل انا شغال صح ولا لا. تمام. نبدا بالترتيب، ان انا هعرف هنتكلم هنا في المحاضره دي على اولموست الديفايسز اللي بنشوفها في الاي سي يو. في حاجات لو بعد كده انتم ان شاء الله بعد ما تشوفوا المحاضره ان شاء الله نستفيد منها كلنا، لو في اي حاجه وقفت قدامكم. طبعا شكل الجهاز هيبقى يختلف من مكان للتاني، في اماكن قديمه قوي، في اماكن حديثه، ايا كان هنعرف ازاي ناخد الكي بتاع كل جهاز او كل الانفورميشن، اقدر واخد منه المعلومات ازاي. في سبب اهم من ده كله، انا لو اتعاملت مع عيان صعب زي العيان بتاع الكريتيكال كير او الاي سي يو، غالبا اي عيان ان بيشنت واوت بيشنت كمان هيبقى سهل جدا اتعامل معاه، سهل جدا جدا جدا. انا اتعاملت معاه اللي هو التيرمينال، التيرمينال ده اللي هو اند اوف لايف، اللي ممكن بين لحظه والتانيه ممكن يتوفاه الله، حالته مور سيفير، عنده مور كومبليكيشن. طبعا اللي في الاي سي يو ده مش شرط يكون عيان كارديوبالمونري بس، لا ده ممكن يكون اورثوبيديك، ممكن يكون بيرن، ممكن يكون سيرجيكال، ممكن يكون رينال، ممكن يكون نيورو. يعني اللي في الاي سي يو ده مش عيان كارديوبالمونري بس احنا الجولز ان انتنسيف كير ذا اتشيفمنت اوف ستيبل كارديوبالمونري فانكشن اند اوبتيمال اوكسجين ترانسبورت، لان ده اللايف بيز بتاع اي مريض. معنى المريض دخل اي سي يو معنى ان هو عنده مشكله في الكارديوبالمونري، ده الموست فيتال والاوكسجين سبورت سيستم بتاعه. تمام. كان زمان الاي سي يو هي اي سي يو خلاص، لا دلوقتي بقت سبيشالايزد، ان ممكن تبقى ميديكال في اقسام البطنه كلها لو احنا في مستشفى كبيره، او سيرجيكال او تروماتولوجي في تبع لها علاقه باقسام العظام والطوارئ، حروق، قلب، اطفال، ايا كان. طبعا لو انا في مستشفى صغيره زي في الاقاليم هتلاقي هي عنايه وخلاص فيها كل عيني، لو مستشفى كبيره زي القصر العيني او مستشفى جامعه عين شمس او مستشفيات جامعيه عموما، فهتلاقي عاملين سبيشالايزد سيكتور لكل برانش في الميديسن، وكل برانش فيه الاي سي يو بتاعته. طيب تمام. طيب دخلت انا العيان بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، حاجه مرعبه جدا يعني. طيب نشوف اول حاجه ممكن نشوفها على جنب العيان، ونشوف وناخد كل حاجه بالترتيب على قد ما نقدر، ونشوف الانفورميشن اللي نقدر نستفيد منها. لايف سبورت مونيتورنج اكويبمنت از مايجريتنج انتو لونج تيرم اوت بيشنت ريهابليتيشن اند هوم كير سيتنج، لان حضرتك لما بشتغل مع العيان وباخد منه الداتا قبل وبعد الجلسه بعرف العيان ده بقى كويس ولا لا، وببدا
اعمل اراقب حاله العيان اثناء الجلسه، انا شغال صح ولا شغال غلط، هل العيان ده الهارت ريت عمال يتغير، طيب تغييره ده بيتغير نتيجه لمس ايدي للعيان والالكترود، لان معظم الاجهزه دي حساسه حتى مجرد التاتش ممكن يغير الريدنج بتاعتها. Important for clinical and physiotherapists to recognize that the reason for presence of equipment interpreting and to be able to assimilate information. انت تقدر تاخد المعلومات من الاجهزه اللي قدامك دي وتقدر تساعدك اثناء الشغل بتاعك. حضرتك اول حاجه البيزس دي موجوده في كل التكست بوك على مستوى العالم وبما فيها مصر، كل التكست بوك اللي موجوده لها علاقه بالاي سي يو فيها اجزاء كامله عن الريهابليتيشن والاسسمنت بتاعتك. بس مشكلتك هنا ان لازم حضرتك تعرف ايه البريكوشن او الكونتر انديكيشن بتاعتك، لان دي اب تو يور هاند، ما فيش حد هيقول لك انت هتعمل ايه ومش هتعمل ايه امتى وازاي، حضرتك اللي هتكون قائد نفسك فيها، او السينيور اللي معاك لازم يكون فاهم يوقف امتى او يشتغل امتى ويمنع ايه ويخلي ايه. خلاص، اول حاجه هنشوفها على جنب العيان الاي سي جي، الجهاز الجميل ده قوي. في اجهزه قديمه مكتوب بيبقى فيها بس الاي سي جي او رسم القلب، هو مش رسم قلب يعني، هو ده مش ايكوكارديوجراف جرام كامل، ده مجرد الكترود او اتنين شانل او اتنين سنجل شانل او كلهم، بس غالبا هو شانل او اتنين بيدينا بس الهارت ريت والريزم بتاع العيان اللي احنا شايفينه قدامنا ده. لو شفت الشاشة بالمنظر ده المفروض لو هو ده مكان حديث هيبان الأجهزة حديثة شوية، فأنا مش محتاج ان انا ادور ايه ده واسأل مين، بسيطة جدا. شوف الرقم ده، اقرأ الجهاز الاول، اقرأ الارقام ده، تلاقي الارقام دي الرقم ده 60 جنب بيت بير مينت بي خفيفة داش مينت، فعرفت ان ده الهارت ريت، مش محتاج ان انا ادور او افكر. الرقم البنفسجي اللي بعده 120/80 سهل جدا، ده باين جدا ان ده الهارت البلاد بريشر، هتلاقي فيه جنبه اي بي بي ارتيريال بلاد بريشر، اي كابيتال بي خفيفه بي تقيله. طيب جنبه فيه رقم صغنن قوي كده بالبنفسجي اسمه 93 مليمتر ميركوري، برضو ايوه 120/80 هتلاقي مليمتر ميركوري، هتلاقي داون الرقم اللي جنبه المين ارتيريال بريشر، مين ام اي بي، ام كابيتال اي كابيتال بي تقيله. طيب الرقم اللي بعده 98 هتلاقي اس بي او 2، ده ساتوريشن بتاع الاكسجين. اللي بعده هتلاقي ار ار ريسبيراتوري ريت، ايه ده حضرتك. الجرافس اللي بعده دي بتدينا انفورميشن ثانيه، ممكن كربون دوكسيد هي مش باينه، ممكن ريشيو معينه، بس دي كلها عشان تبقوا عارفين الارقام دي كلها ارقام مش ثابته، هي مجرد جايه من السنسور بتاع الاجهزه للمتوصله بالمونيتور ده، ممكن تتغير او ممكن تتغير بالتاتش او حركه العيان او حركه نفس العيان فتلاقي اتغير. فانا قصتي كلها ان انا بشوف الحاجات دي وباخد منها الانفورميشن الكافيه اللي تقدر تفيدني، الهارت ريت والبريشر ساتوريشن ريسبيراتوري ريت، وبرده لو ليا فرصه ان انا اقيس دون مانوال يبقى حاجه جميله طبعا. طيب الاوسيليشن برده نشوف هنا بنقول الاوسيليشن ستريب ريكوردر ديجيتال هارت ديسبلاي كلينيكال ماست نو ذا ريزن اوف مونيتورنج بيز لاين ريزم بي ايبل تو ريكوجنايز ريزم تشينج الاو كونتينوس سيرفلانس اوف ذا بيشنت. ان انا في الهارت ريت اول حاجه بشوف الرقم اللي طالع ده، طيب بشوف ايه تاني الريزم، هل الريزمستي دي والديسريزميا والاريزميا اللي هو اختلال في نبضات او كهربه القلب ده ايه، ده دي قصه كبيره جدا في الاي سي جي لازم نعرف تفصيل، بس انا هنا في ابسط حاجه بشوفها في الصوره دي بشوف الكومبلكس بتاع كيو ار اس، ثابت المسافه بين واحد بين كل واحد والتاني ولا لا، ودي ابسط حاجه بشوفها يعني. لازم اعمل تاتش البلس، لازم اقيس البلس ريت بايدي عشان اشوف الامبليتيود بتاعه ويك ولا سترونج، رابيد ولا فاست ولا سلو، الامبليتيود تحت ايدي في البلس بجيبه بسرعه ولا لا، دي كلها اسسمنت البلس. بلاد بريشر ده برضو قصه هنتكلم فيها في دايركت واندايركت، بس المهم ان انا عرفت الشاشه دي فيها ايه بالظبط. ساتوريشن طبعا اكسجين دي اهم حاجه، ما ينفعش اشتغل مع عيان اقل من 90% اكسجين،
دي ساتوريشن بيرسنت بتاع الاكسجين انسايد اللي هو العلاقه او الميكسنج بتاع الهيموجلوبين والاكسجين الاوكسي هيموجلوبين ده 98 ما ينفعش يقل عن 92 او 90 اقل من 90 حضرتك بيخش في هايبوكسيميا وهايبوكسيا فمعنى كده ان العيان ده ما ينفعش اشتغل معاه او لو السبب شيست بيور ان المشكله هنا ان اللنج مليانه سكريشن فعامله قافله الاير واي وعامله اوبستراكشن ولازم انا اطلع السكريشن دي عشان اطلعها ده طبعا بعرفه من الدياجنوز وبعرفه من النايب او الطبيب المختص هل هي المشكله هنا في السيركيليشن في البلاد فلو ولا مشكلتي هنا في اللنج طبعا لو في ميجر بروبلم في اللنج غالبا محتاج ميديكال انترفينشن مش هينفع اشتغل معاه لو هو مشكله في السكريشن دي شغلتي انا يبقى دي اول حاجه شفنا رسم القلب او رسم القلب المختصر اللي جنب العيان مش رسم قلب كامل الكتروكارديوجرام او الكتروكارديوجراف ده 12 ليد كاملين لازم يقروا كهربة القلب كامله دي لها تفاصيل ولها طريقه شغل وطريقه قرايه جميل طيب هنا بعرف بس الهارت ريت وحاططني هنا شانل واحده او تو شانل ايا كان حاطط لي بس بقرا هنا الريزم والريت بتاع العيان طيب اهو ده جهاز تاني نفس الكلام بس بعيد شويه طيب ايه اللي ممكن نشوفه لو حبينا نعرف تفاصيل شويه في الهارت ريت دي في الريزم في التراكنج بتاع الهارت ريت الاس تي سي الاس تي سيجمنت اليفيشن او ديبريشن طبعا ده هنعرفها بالتفصيل لو اتكلمنا على الاي سي جي الاريزميا بكل انواع الاريزميا هنا مشكلتنا هنا في الاريزميا مش اتريال فينتريك الفينتريك ليه الفينتريك الفينتريكولار اريزميا لان الاريزميا او الكونتراكشن بتاع الفينتريك لو حصل فيه مشكله حصل فيه خلل ولخبطه معنى كده ان السيركيليشن كلها هيبقى فيها مشكله هيبقى فيه برفيوجن قليل هيبقى فيه غالبا مش هيبقى فيه برفيوجن اساسا او قليل جدا لان الفينتريك الادام بيرتعش او حصل له اريزميا او حصل له اختلال في الكونتراكشن بتاعه فمش لان الفينتريك هو اللي بيوصل في السيستميك سيركيليشن الليفت فينتريكل هو اللي بيكونتراكت بيوصل الاورطه من السيستميك سيركيليشن كل اوفر ذا بادي الرايت فينتريكل بيدينا للبلمونري وبيدي عشان يحصل اوكسجينيشن ويرجع تاني للليفت سايد طيب لو حصل مشكله في الفينتريكل ولد الليفت فينتريكل مثلا مش هيوصل الدم للسيستميك سيركيليشن وبالتالي العيان ده بسهوله جدا يحصل له كاردياك سادن كاردياك ديس لان شويه التاكي كارديا الفينتريكل تاكي كارديا فيبريليشن دي معنى ان الفينتريك مش شغال تمام بنشوفها ازاي في التراكنج دي تفاصيلها في الاي سي جي افضل لان عايزه صور كتير فالفينتريكولار تاكي كارديا دي من ضمن الحاجات هتلاقي الريت عالي جدا المسافه بين كل كومبلكس وكومبلكس قريبه قوي تمام بالذات في اللي هي الكيو ار اس تمام لكن بي ار اللي اولانيه بي ار كيو ار بي كيو ار اس تي اللي هو الجزء الاولاني المختص بالاتريال ده بيبقى غالبا لو في اتريال فلاتر او فيبريليشن لو في مشكله زي الهارت بلوك دي برضو دايجنوزس من الاي سي جي او رسم القلب الكامل مش هيتعرف من تو شانل او سنجل شانل زي اللي بنشوفها على التراكنج بتاع اللي جنب العين طب انا اعرف ده كله ازاي حضرتك لو في اي بروبلم من دي غالبا هتبقى مكتوبه في الدياجنوز بتاع العيان لو حسيت ان الاي سي جي مش مظبوط بتاكد ان العيان ما اتلمسش لان الالكترود دي لو اتلمست بيحصل فيه خلل ويحصل فيه تشينجز في الجراف اللي قدامك لو هو اوريدي تمام خلاص بتاكد ان فعلا العيان ده ما عندوش مشكله في الالكتريستي ولا في اي نوع من انواع الاريزميا الخطيره اللي زي دي لوفس بيسر سبايك بعض العيانين اللي بيبقى محطوط له بيس ميكر محطوط منظم ضربات قلب خارجي ده بيبقى دايما عند الكيو ار اس في الصوره دي عند الكيو ار اس هتلاقي فيه سبايك فيه خط كده الخط ده اول ما بشوفه بعرف ان العيان ده محطوط له بيس ميكر ايا كان نوعه دي برضو قصه تانية في الانترفينشن لازم نبقى اورينتد بيها دي لها تفاصيل كتير قوي في الاي سي جي المفروض نتكلم فيه بالنسبه للاس تي سي تشينج اليفيشن او ديبريشن ده بيبينني بيقول ان في سكيميا طبعا ارجع واقول ان ده مش دايجنوز ده مش دايجنوستيك ده مجرد بيديني سمبل انفورميشن على الهارت ريت والريزم بس
لكن الحاجات الأساسية لازم يتعامل 12 شانل اي سي جي كاملة، لازم يعمل رسم صورة كاملة لكهربة القلب أو رسم القلب ده. أنا بستفيد من إيه لو في أريزميا أو في أي مشكلة في الريت والريزم بتاع العيان؟ المفروض إن أنا أتأكد إن العيان ده ما عندوش أي مشكلة أريزميك، حاجة خطيرة زي الفنتريكولار أريزميا، عشان اوريدي مش هينفع تشتغل معاه، لان يعني انت اي اكسرسايز بتعمله هيزود الكونتراكشن، هيزود الكاردياك اوتبوت، وده اوريدي مش هيحصل، بالعكس ده هيأذي العيان اكتر ويزود الهارت ريت بتاعه على الفاضي، والعيان فعلا ممكن يحصل هيزيد. انا محتاج البلاد فلو داون اثناء الاكسرسايز، والسمباثيتك والباراسمبثيتك بيشتغل، فانا اول ما بيحصل داون يبدا العيان القلب مش هيقدر يكافئ الاكسرسايز او الجهد اللي حضرتك محتاجه، فبالتالي يبدا يقف ومش هيحصل اللي انت محتاجه، بالعكس العيان هيزداد سوء او ممكن يأريست اللي هو عنده فنتريكولار اريزميا باي صوره من الصور. تاني حاجه اللي هو الرقم البنفسجي ده 98 اسمه البالس اوكسيمتري، انا بقيس منه الارتيريال اوكسجينيشن، محتاج جدا الرقم ده، محتاجه قوي 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 قوي. طول ما التيشو فيها اوكسيهيموجلوبين تمام، طول ما المصل هتقدر، طول ما البلاط فيه اوكسيهيموجلوبين تمام، طول ما المصل هتقدر تكونتراكت وتاخد الاكسجين ده وتحرقه وتبدا تطلع الطاقه اللي هي محتاجاها. طيب البلس او البلس اوكسيمتري او البلس الاكسجين ساتوريشن المفروض يبقى اقل حاجه فوق ال 90، ما ينفعش يبقى اقل من 90، اقل من 90 بنخش في جريدنج اوف هايبوكسيميا. تمام، ممكن يتغير مع الاكسرسايز، يتغير جدا لو انا عملت اي نوع من انواع تشيست فيزوثيرابي للعيان ده الساتوريشن بتاعه قليل، لو السبب الرئيسي هو السكريشن العيان ده هيتحسن جدا، الريشن هيزيد، الفنتليشن هيزيد، هيزيد الاكسجين، يزيد الاكسجين يوصل معانا ويزيد معانا اثناء الجلسه. طبعا تمام تمام. الباس اوكسيمتري الجهاز بتاعه زي ده بالظبط، عباره عن فينجر بروب زي مشبك كده بيتحط على صوابع الايد او صابع الرجل او الاير لوب، بيبقى له سنسور الاير لوب، بناخده في الاماكن الخفيفه اللي فيها الكابيلر الصغننه قوي، لان ده انفراريد ليزر بيعمل ريفليكشن على الار بي سيز ويبدا يقيس منه الاكسجين ساتوريشن بتاع العين. جميل قوي، اهو ده جهاز بورتابل نفس الكلام، البروب نفس المشبك، ويبدا يقيس لي البلس الاوكسجين ساتوريشن بتاعه العيان ويقول لي هي كام بالظبط. طبعا بورتابل ده ممكن اخده للعيان اوت بيشنت، ممكن اقيس بيه لو عنده بعمل اكسرسايز لاي سبب من الاسباب وعنده مشكله في الاوكسجين او عايز اشوف تاثير الاكسرسايز على الاوكسجين ساتوريشن، ببدا اعمل مونيتورنج له. تاني حاجه لو العيان اوريدي خلص الاي سي يو بيريود وبدا يخرج الاوت وورد، يبقى يقعد في اوضه عاديه، انا ممكن اعمل له اكسرسايز في الاوضه العاديه وابدا اشوف برضو الاكسجين ساتوريشن اللي هو مشكلته. ده طبعا بنستفيد منه لو العيان عنده كارديو بالمونري بروبلم، يعني عنده مشكله في اللنج، عنده مشكله كاردياك، فانا محتاج اقيس الاكسجين ساتوريشن على طول، مش في اوقات الراحه او في اوقات تانية، لا في اوقات الاكسرسايز وقبل وبعد الاكسرسايز. هيبقى البلس اوكسيمتري ريدنج مش اكيوريت لو العيان ده عنده انيميا، يعني عنده جوندس، عنده الهيموجلوبين قليل. طبعا هنا كلها اسباب ملهاش علاقه بالاكسجين نفسه، المشكله ان حاجات بتاثر عليه، لو هو اوريدي لونه اسود يعني اللون بشرته سمراء طبعا الريفليكشن هيبقى اصعب، لو جسمه ساقع، لو بدا يتحرك الجهاز نفسه هيقرا غلط، لو العيان قلنا لو في مشكله في النيلز لان هو بياخد القرايه من النيلز ومن البريفري بتاعته، فده دي اسباب كتير جدا ممكن تخلي القرايه غلط، فبالتالي اخد بالي منها. بعمل ايه هنا عشان اريح نفسي في الموضوع ده؟ باخد الجهاز واجربه على نفسي، طبعا بعمل استراليزيشن للجهاز واحطه على اي صباع من صوابعي واتاكد ان الجهاز شغال، معنى كده المشكله عند العيان. فبيعمل ايه الطبيب ساعتها لو الموضوع لازم هو كده اوريدي كده كده بياخد لاب انفستيجيشن، لاب بياخد منه سامبل وبيوديها للاب وبيقيسوا بيها البلاك جاز ومنه الاوكسجين ساتوريشن بتاع العيان، فبالتالي ابص برضو على الشيت لو اشوف الاوكسجين ساتوريشن اخر تحليل العيان كان كام،
عشان اتاكد ان الرقم ده مظبوط ولا لا، لو عندي اي اوبستكلز زي اللي احنا قلنا عليها، حاجات خارجه عن ارادتنا. الرقم اللي بعده اللي هو البلاد بريشر. طيب هو هنا بيقيس البلاد بريشر، بيقيس البلاد بريشر حضرتك، بتلاقي العيان متركب له كاف على ايده، تمام. الكاف دي اوتوماتيك متوصله على المونيتور وبتقيس اوتوماتيك كل ساعه او كل ساعتين زي ما احنا بنظبطها. طيب هو البلاد بريشر ده احنا بنقيسه يعني بالكاف بس؟ لا حضرتك، البلاد بريشر ده له طريقتين، في دايركت واندايركت. الطريقه العاديه اللي احنا كنا بنتعامل معاها اللي هو الاندايركت، اللي هي بالكاف، نحط الكاف على الارم ونبدا نزود البريشر لغايه ما نقفل البريكيال ارتري، ونسمع بالسماعه لغايه ما يفتح، ونشوف اول صوت عند كام، واول ما الصوت يخلص عند كام، وده السيستول وده الديستول، تمام. طب هو ده اكيوريت؟ ده اكيوريت، بس الاكيوريسي بتاعته مش عاليه قوي، انا محتاج اعرف البلاد بريشر بالظبط. فبنشوفه بالدايركت لما نشوف ده، لان الرقم لو في نص او رقم او واحد زياده او ناقص ده بيفرق مع العيان جامد. فبنشوفه بالدايركت ميجرمنت عن طريق ان هو بيركب له كانيولا في الارتري مش في الفين، اهي اهي اللي احنا لسه شايفينه ده، الارتال لاين هنا دي موجود في البريكيال ارتري، او ممكن يحطه هو غالبا ده اكتر مكان قريب سوبرفيشال، فبيحط اللاين ارتال لاين فيه. طبعا ده بيبقى عايز سكيلز عاليه جدا، ان الطبيب نفسه هو اللي بيعمله مش اي حد تاني، وطبيب لازم ان يكون متدرب عليه وبيعمله صح، لان انت بتتكلم مع ارتري البريشر بتاعه عالي جدا. وثانيا اي غلطه او اي بولس اوف اير ممكن تخش معاه لا قدر الله، هتخش على طول تعمل العيان بتاع ده اير امبوليزم، والعيان ممكن يموت بسهوله جدا، تمام. تاني حاجه لو ما خدش باله وفتح المكان الارتري ده وما عرفش، يعني ما خدش باله وقفل، ما قفلش كويس، فالعيان ده ممكن يفضل ينزف، وارتري ببريشر عالي عنده ويزن مينيت، العيان ده ممكن لوس بلاد ويبدا ويموت غالبا، يعني يحصل له فوليوم ديبليشن والعيان ده غالبا هيتوفاه والله لو حصل ده اي ايرور في النقطه دي بالذات. يبقى حطينا ارتال لاين، ارتال لاين ده موجود في الارتري اكتر مكان او اشهر مكان الراديال ارتري. طبعا حضرتك وحضرتك بتعمل بس لو مسكت العيان بالمنظر ده حضرتك هتروح ورا الشمس. اتاكد ازاي لو الحاجه طبعا ما ينفعش يبقى في خطا خالص في الايد دي، لان انا هنا اللاين ده ارتري مش فين، يعني مش هيحصل نزيف وخلاص، لا ده هيحصل نزيف بقوه ضغط الدم اللي موجوده في الفيسل في الارترز بتاعته. فالعيان لو حصل اي غلطه في المكان ده او اتشد من مكانه، دي هتبقى كارثه بالنسبه للعيان. فبالتالي بتعامل معاه بكوشن عاليه قوي قوي قوي. طبعا السنسور، بص هنا منظر، لا ده اللي دايما لما يكون في ارتال لاين غالبا بيبقى لون احمر، غالبا بياخد لون احمر. اول ما بشوف المونيتور ده جنب العيان او في المونيتور العالي ده والموجود لون احمر ده، بعرف ان العيان ده محطوط ارتال لاين. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ابسط حاجه بعملها في العيان في الاي سي، لازم تشيل الملايه وتتفرج على جسمه كله، اي مكان هتحط ايدك فيه لازم تشوفه كويس قوي ان ما فيهوش حاجه، ولا تحت الجلد ولا فوق الجلد. تحت الجلد زي البيس ميكر او تيوب، حاطط مثلا اللي هي الانتركوستال تيوب او درينج. فوق الجلد زي الالكترود، سيرفيس الكترود بتاعه الاي سي جي، نشوف الخراطيم بتاع البيس ميكر، خراطيم بتاع الفلويد، الحاجات دي كلها. فاول ما بشوف البلاد بريشر باللون الاحمر ده وفي ويفز عماله تتحرك، بعرف ان الجهاز ده، ان العيان ده محطوط له ارتيريال لاين. افضل ادور يا اما اسال التمريض يقول لي محطوط في ايده الشمال، محطوط في ايده اليمين. فطبعا لما اجي اتعامل مع الايد دي بالذات لازم اخد بالي جدا. ثانيا القرايه هنا، في سنه هتلاقي العيان ده متوصل باللاين ومتوصل بسنسور، والسنسور ده مدي متوصل بلاين السنسور ده متوصل بلاين تاني متوصل على المونيتور وبيديني القرايه دي. طيب تمام، السنسور ده بيتغير باللمس، بالليفل اللي هو اعلى من العيان او منخفض عن العيان، عن مستوى السرير اللي العيان فيه، ده كل القرايه دي تبقى غلط، فلازم تبقى مظبوطه قوي. فبالتالي انا لما بشتغل معاه احيانا بغير السرير، بخلي العيان يرفع، ارفع العيان شويه لو انا طويل،
بالسرير بيترفع معايا اوتوماتيك، او بنام العيان لونج سيتنج حتى اللي هو كوماتوز، او حتى اللي هو كوماتوز بعمل كده تمام. طيب انا لما اعمل ده بحاول ارجع تاني على قد ما اقدر للليفل اللي كان عليه خلاص. لو ما حصلش غالبا ما باخدش القرايه دي لانها غالبا مش هتبقى مظبوطه. لو انا غيرت مستوى السرير عن مستوى السنسور بتاع البلاد بريشر مش هيبقى الرقم ده مظبوط تمام. يبقى البلاد بريشر يبقى دايركت واندايركت. اندايركت باللي هو الكف بتاعنا العادي والسماعه، الدايركت عن طريق الارتيريال لاين، نحط الارتيريال لاين ونقيس منه البلاد بريشر المظبوط. طيب في حاجه كمان اسمها المين ارتيريال بريشر، هنعرفها دلوقتي. مين ارتيريال بريشر ده الفرق ده دي بتاع ده مساله حسابيه بتقول لي ان البرفيوجن بتاع التيشو مظبوطه ولا لا. المين ارتير بريشر بيقول لي البرفيوجن بيساوي ايكوال البرفيوجن بتاع اول بادي تيشو اول بادي اورجن. هو بيساوي ايه؟ الدايستول زائد التلت بلس بريشر. الدايستول اللي هو الرقم اللي تحت الاصغر زائد التلت بلس بريشر. التلت بلس بريشر، البلس بريشر هو الفرق بين السيستول والدايستول. يبقى الدايستول زائد تلت الفرق بين السيستول والدايستول اهو دي. طبعا احنا الارتير لاين البروكوشن بتاعته قبل ما نسيبها قلنا ما يبقاش تو لو، لو هو اقل شويه هيبقى البربشر عالي، لو هو اعلى شويه هيبقى البربشر البلاد بريشر واطي. فبالتالي اي حركه لو هتاثر على البلاد بريشر بتاع العيان، وده الدايركت ميجرمنت او الاكتوال بلاد بريشر فعلا الحقيقي بتاع العيان. ده النورمال. هنا مش 120 يا جماعه، ما فيش حد يقول لي البلاد بريشر 120 على 80، لا 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 غلط. فيش اي رقم في رينج لازم تقول لي الرينج. النورمال لسه 120، كان زمان 120 ل 140، لا 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 غلط تماما. ما فيش حاجه اسمها 120 ضغط ده الاقل رقم في افريج، لازم تقول الافريج بتاعه. الافريج بتاعه اقل من 120، يعني 120 ده هيخش في الاليفيتد بلاد بريشر. الدايستول اقل من 80. ده اخر ابديت للامريكان هارت اسوشيشن، عشان ده معنى كده ان انا عملت الارم بدري شويه للعيان، فبالتالي العيان لا قدر الله لو في اي فرصه ان يحصل له ضغط عالي او يجي له هايبرتنشن ان انا خدت بالي منه. يبقى النورمال بتاع البلاد بريشر اقل من 120 سيستول، والدايستول اقل من 8. الليفيتد 120 29 130 139 140 او اكتر، او اكتر 180 ده مع نفسه خالص. الدايستول ليس دان 80 80 89 90 اور هاير او اكتر من 120. طيب هنيجي لمين ارتير بريشر بعد كده. قلنا اللي هي قلنا الدايستول زائد الفرق بين السيستول والدايستول، الدايستول زائد التلت بلس بريشر. ايه الرقم اللي بعد كده او ايه العنصر اللي بعد كده في الاي سي؟ هتلاقي في المونيتور هتلاقي الريسبيراتوري. الريسبيراتوري مهم؟ اه طبعا مهم حضرتك. معنى ان عنده ابنورمال بريذنج معنى كده ان عنده ممكن يبقى ميتابوليك او ريسبيراتوري بروبلم. طب ده بيحصل امتى؟ بيحصل في كيسز كتير جدا من تشيست بروبلم للعيان. طيب انا هستفيد ايه حضرتك الريسبيراتوري ريت دون لو هو هاي يعني العيان تاكيبنيك او لو؟ في كلا الحالتين حضرتك المفروض ما تشتغلش. ليه؟ لان معنى ان هو هاي ريسبيراتوري ريت فكده اصلا ما بينحقش الفنتيليشن يحصل. انا محتاج الريسبيراتوري سايكل تبقى ايه؟ فنتيليشن، هواء يخش من بره اللنج لجو يعني من الاتموسفير لللنج، وبعد كده الفنتيليشن ده يحصل له برفيوجن، الدم يوصل للالفيولاي من الكابيلاري ومن البلمونري سيركيوليشن، ويحصل ديفيوجن بتوين الاير الفنتيليتد اير اللي هو الاتموسفيريك اللي داخل اللنج وبين البلاد اللي على الالفيولاي، ويحصل تشينج بتوين الالفيولار كابيلاري الالفيولار ميمبرين، ويحصل ان الدم الاكسجين يوصل للدم من الاير بالبريشر بتاعه عالي وبالبريشر جراديانت بتوين الاير والالفيولاي والكابيلاريز، ويخرج من الكابيلاريز السي او 2 يوصل للفنتليتد الفيولار وتخرج في الاكسبيريشن. فلو عالي او واطي في كلا الحالتين ما بيبقاش عندي فنتليشن كويس، ويحصل كتير بسهوله جدا يحصل عن هايبوكسيميا والاكسجين ساتوريشن ال والاكسجين بريشر ال.
فبالتالي حضرتك لو عملت تاك ابنك او براد ابنك غالبا لو دي حاجه سي ان اس او ريسبيراتوري او كالد هرموني للسبب غالبا بستنى لما العيان يبقى كويس. يعني العيان غالبا ما بمشيش مع عيان اكتر من 12 18 لو العيان على سبورت خارجي لو على جهاز تنفس صناعي او غيره ممكن في احتمال. طبعا ده لو انا سبب من الاسباب اللي هيخلي عندي يتحسن سواء ان انا اطلع السكريشن معاه منه او حسن ارتباطه مصر بشتغل معاه. يبقى في حاله ان انا لو السبب اللي مخلي ارتباطه ريت السكريشن او عالي او واطي فانا بشتغل معاه. ده طبعا بيتطلب مني ان انا اعرف الدياجنوز بكونكت كويس قوي مع الطبيب عشان اعرف هشتغل معاه ده ولا لا. اللي عنده سكريشن حتى الرسبات ريت عالي فبشتغل معاه. لو الرسبات ريت عالي من غير اي سبب له علاقه بشغلي كاردوبالمونري او ريسبيراتوري او ريسبيراتو مصل او اللنج نفسها فبمشتغلش معاه. لا علاقه باللنج بشتغل معاه او ريسبيراتو مصل ملهاش خلاص اهو. ده بالسن المفروض من 20 ل من 12 ل 20 ما ينفعش يزيد عن كده. من 12 ل 20 وابدا اشتغل مع العيان ده. لو هو اكتر من اللي هو الادلت لو هو اصغر من سنه من 30 ل 40 ومن سنه لسنتين 25 35 خمس سنين توصل ل 30 25 12 20 25 ده النورمال بتاع اكوردنج للايدج. طيب لو العيان تكبنك تكبني دي ممكن تبقى لو هو العيان تكبنك اوت اوف اي سي يو العيان ده ممكن يكون بره نفسه عادي نتيجه الاكسرسايز فيفر هايبوكسيميا انكسايتي بين اتليكتيزيس. طيب لو براد ابنك بص العيان عنده ايه هيد انجري سيديشن دراج اوفر دوز فمعنى كده ان السبب هنا العيان ده هنا على الشمال في براد ابنك دي غالبا العيان ممكن يكون في الاي سي يو هو عنده هيد انجريز او عنده سيديشن او واخد انستيزيا باي صوره من الصور لاي سبب من الاسباب او واخد دراج اوفر دوز لاي سبب من الاسباب. طب هو طلب مني ان انا اشتغل معاه اشتغل معاه لان غالبا العيان ده هيبقى عنده سكريشن ريتين سكريشن عنده الرسبات المصري متاثره فلازم يخش في الستيج بتاع الريبليتيشن بسرعه تمام. وببدا طول ما انا شغال لو انا طول خلاص ان انا هشتغل مع عنده والعنده براديبنك او تاكبنك فالريسبيراتوري بتاعه عالي او واطي تمام. فطول ما انا شغال وعيني على المونيتور حضرتك طول ما انا شغال وعيني على المونيتور بشتغل طبعا العين بتاع الاي سي يو ده انا بشتغل مش بفضل اعمل اكسرسايز مثلا نص ساعه لا خالص ولا نص ساعه ولا غيره. ده هي مجرد ان انا ممكن اشتغل معاه بالريبيتيشن بالارقام يعني بالعدد اعد معاه بريزنج اكسرسايز خمسه واريح وبعد كده اعمل السيت الثانيه خمسه شيست كومبريشن. طيب بوزيشننج احط بوزيشننج وافضل ابص على المونيتور ابص على كل حاجه في المونيتور. ده اللي بيفرق بينك وبين اي حد مش فاهم. طول ما انت شغال حتى لو المونيتور مش قاري كويس وانا شغال والمونيتور شغال انا خلصت عملت ست واحده بريذنج اكسرسايز عملت ست واحده شيست كومبريشن ببدا اسيب العين يرتاح بص كل حاجه لما ترجع البيس لاين بتاعها اشوف البريزنج اكسرسايز بريزنج ريسبيراتوري اشوف البالس بتاعه رجع ولا لا وعلى المونيتور وفي نفس الوقت انا بقيس ممكن اعد الريسبيراتوري وهو طالع نازل قدامي باي فيجن واقيس البالس بايدي. يعني انا بعتمد على المونيتور بعتمد على المونيتور بس مش 100% حضرتك لازم تشتغل وتتاكد ان الحاجات دي مظبوطه تمام. بعض الارقام اللي انا لسه كنت بقول على مين ارتيريال بريشر بعض الارقام هنعرف جت منين. يعني في حاجات في الهيمودينامكس دي ممكن تلاقيها في اللابس بتاع العيان او في الريبورتات بتاع الايكو بتاع العيان هنعرف كل واحد هو ايه بالظبط معناه ايه. يعني ايه الاول ناخد اول حاجه يعني ايه كاردياك اوتبوت اللي هو ستروك فوليوم في الهارت ريت. ستروك فوليوم دي كميه الدم اللي بتخرج اثناء كل نبضه. يعني كل نبضه بيخرج كميه دم معينه او كميه بلاد خارجه من القلب اثناء الكونوان كونتراكشن اوف هارت بيت او هارت كونتراكشن تمام. ده كاردياك اوتبوت هيبقى احنا الافريج بتاع الكميه البلاد اللي خارجه من القلب اثناء الكونتراكشن حوالي 70 مللي. في الهارت ريت المفروض بنبدا من 80 او 70 من 60 او 70 فهنخليها 70 هيبقى تقريبا كل مينت بيخرج حوالي كل نبضه يعني كل كونتراكشن بيطلع 70 مللي فكل دقيقه هيطلع 70 في
70 في 70 70 في 70 اللي هو 70 مللي في 70 نبضة بير مينيت، هيطلع حوالي 4.9 او 5 لتر مللي لتر في بير مينيت. يعني المريض دون بيطلع 5 لتر 5 مللي لتر في لكل دقيقة، ده الكاردياك اوتبوت. ليه قلنا كارديو بيت؟ عشان هنعرف يعني ايه كاردياك اندكس. ده الرقم اللي هنا ده كاردياك اندكس اهو، كاردياك اندكس ده العلاقه بين الكاردياك اوتبوت وسيرفيس اريا اوف ذا بودي، اللي هي مساحه جسم الشخص. يعني مساحه جسم الشخص دي كلها على بعضها كام، وبنقسم الكاردياك اوتبوت عليها بيطلع لنا الكاردياك اندكس. غالبا بيطلع تقريبا كاردياك او بوت قلنا 4.8 لتر بير مينيت، لو احنا زودنا الهارت ريت للاخر. الكاردياك اندكس 2.5 ل 4 لتر بير مينيت بير ملي بالمتر متر سكوير. تمام، لان الافريج بتاع الكارد السيرفيس اريا بتاع جسمنا حوالي 1 او 2 2 متر مربع، 2.5 2.3 تقريبا. فلو قسمنا الكاردياك اوبوت عليها هيطلع الرقم ده. طيب المين ارتيريال بريشر اللي انا عديته قلنا اللي هو الدايستول زائد التلت بلس بريشر، الدايستول زائد التلت بلس بريشر. المين ارتيريال بريشر النورمال بتاعه من 70 ل 100، بنقسم بنجمع الدايستول زائد تلت الفرق بين السيستول والدايستول. طيب البلس بريشر هو الفرق هو ايه؟ البلس بريشر اللي هو الفرق بين السيستول والدايستول، النورمال من 40 ل 60. فلو خدنا ثلثه مثلا هيبقى حوالي مثلا قول 20 او 25، 20 او 25 ده ثلث الرقم دون، زائد الدايستول لو قلنا ان هو 60 هيبقى حوالي 85. فالنورمال من 70 ل 100 او من 70 ل 90 تقريبا، ده المين ارتيريال بريشر الدايستول زائد الثلث الفرق بينهم. البلس بريشر الفرق بين السيستول والديستول، النورمال من 40 ل 60. طيب ايه الاس في او 2؟ ده الاكسجين ساتوريشن في الفين، الاكسجين ساتوريشن في الفين، ميكسد فينوس اوكسجين ساتوريشن. هو الرقم ده بيتقاس حضرتك، احنا بنقيس كل الاكسجين اللي موجود في جسمنا ارتري، كل الارقام اللي هي البلس اوكسيمتري ده ارتري، وساعات اما بياخد بيقيس البلاد جاز بيقيس البريشر في الارتري مش في الفين. فهنا بنقيس الفين ليه؟ لان حضرتك الرقم ده لو زاد المفروض النورمال من 65 ل 75% اوكسجين ساتوريشن في الفين. معنى كده ان في سكيبنج للاكسجين، يعني مش كل التيشو مش بتاخد كل الاكسجين بتاعها فبترجعه تاني في الفين. فمعنى كده ان اللي عند عن سيريس بروبلم ميتابوليك، اللي عند التيشو نفسها فيها مشكله. طيب البريشر بتاع الفين 35 45 ملي متر مركري اوكسجين، البريشر بتاع الفين 35 45 ملم مركري. ده ان شاء الله البريشر بتاع الاكسجين كله ان شاء الله ناخده فين؟ في البلاد جاز لو اتكلمنا عليه. يبقى اول رقم هنا الاكسجين ساتوريشن ده بيرسنت فين؟ في الفين مش في الارتري. في الارتري قلنا اكتر من 90، الستروك فوليوم 50 ل 100، الستروك اندكس 25 45 ملي بالمتر سكوير، كاردياك اوتبوت 4 ل 8 لتر بير مينيت، كاردياك اندكس 2.5 ل 4 لتر بير مينيت بالمتر سكوير. المين ارتيريال بريشر قلنا 60 ل 100 لسه قليلينها. بعد كده سي بي بي والبي اي بي والبي اي بي بي او او بي والاس في ار دي هنقولها دلوقتي في الفينس او السنترال لاين. سنترال فينس بريشر اللي هو الاولاني سي في اي من 2 ل 6 ملي متر مركري. البلمونري ارتري بريشر سيستول بي اي بي او الدايستول بتاعه بي اي بي دايستول او سيستول 20 ل 30 دايستول من 5 ل 15. البلمونري ارتري ويدج بريشر 8 ل 12. طيب اس في ار هو سيستميك فاسكولار ريزيستنس، الفاسكولار ريزيستنس بتاعت العيان دي كام؟ بنقيسها ازاي؟ الاول سوري السي في بي والبي اي بي والبي اي بي والبي او اي بي اي او بي دول هنقيسهم بالسنترال لاين او السوان جاز، هنشوفها دلوقتي ونعرف بتتحط فين بالظبط وتبقى موجوده فين عند المريض، اللي هي سنترال لاين او سنترال فينوس بريشر. بنحط منها كاستر او قسطره بتدخل من الرقبه او الجاجولار فين او السبكليفين فين لغايه ما توصل للقلب وتوصل للبلمونري من الرايت سايد، لان ده فين
وتبدا تقيس البلمونري ارتر بريشر في السيستول والديستول، وتشوف السيستميك فينس فاسكولات سيستميك فاسكولار او سيستميك ريزيستنس بتاعت العيان، اللي هي دي المعادله بتاعتها 80% ارتر بريشر لسه قايلينه من شويه اللي هو الديستول زائد التلت وسط بريشر ناقص المين فينس بريشر اللي هو السي في بي، دي اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي سي في بي اللي هو الرقم ده 2 ل 6 على الكاردياك او بوت اللي احنا لسه مطلعينه 4.9 مل. يا رب بس يكون الكلام ده مفهوم، ناخده من اول تاني. كاردياك او بوت الاس في في الاتش ار، الستروك فوليوم في الهارت ريت 70 ملي، بيطلع افريج 70 ملي دم من القلب كل نبضه في 70، ده عدد نبضات القلب في الدقيقه، يطلع 4.9، او لو زودنا شويه ممكن نخليها 100 يبقى 7 ملي لتر بير مينيت، دي اعلى حاجه ممكن توصل ل 8 او ممكن توصل ل 8. الكاردياك اندكس هو الكاردياك اوتبوت على السيرفيس اريا اوف ذا بودي اللي هو مساحه الجسم، مساحه جسم الانسان غالبا هتبقى 2.5 2 و3 نقسم الكاردياك اوتبوت عليها هيطلع من 2 ل 4 ملي بير متر سكوير، ده الكاردياك اندكس لتر بير مينيت بير ملي متر سكوير. المين ارتر بريشر ده احنا قلناه بيقول لي البرفيوجن بتاع البادي مظبوط ولا لا. المين ارتر بريشر ده لو في مشكله معنى كده الدم مش واصل الانسجه، حك عندك اسكيميا في جسم كله. طبعا ده بنشوف في العيان اللي في الاي سي يو مش عيان وخلاص. البلس بريشر فرق بين السيستول والدايستول، المين ارتر بريشر قلنا من 60 ل 100 النورمال بتاعه ده بريشر مليمتر ميركوري، البلس بريشر من 40 ل 60. طيب الميكسز فينس اوكسجين والبريشر بتاع الاكسجين في الفين، الساتوريشن بتاع الاكسجين في الفين والبريشر بتاع الاكسجين في الفين نستفيد منهم بايه؟ قلنا لو الفين فيه اكسجين زياده معنى كده ان البلاد الفينس ريتيرن فيه اكسجين زياده، معنى كده ان التيشو ما خدش الاكسجين ده، فده في مشكله في التيشو، دي قصه ثانيه خالص، دي في ديفكت جامد جدا مما خلاش الانسجه تاخد الاكسجين، اسمه اوكسجين اكستراكشن عالي جدا، ان انا الانسجه بتلفظ الاكسجين، معنى كده ان هي ما بتاكلش، يعني كده خلاص العين ده بيموت. تمام؟ الاكسجين ساتوريشن في الفين 75 75%، لكن البريشر بالمليمتر ميركوري من 35 ل 45. طيب السيستميك فاسكولار ريزيستنس قلنا لها معادله 80 في المين ارتر بريشر على ناقص الفينس بريشر اللي هو السي في بي السنترال فينس بريشر على الكاردياك اوتبوت، يبقى نطرح ونضرب ونقسم، نطرح ونضرب بعد كده نقسم. تمام. الانترافينس لاين هناخد الانترافينس لاين وبعد كده هستنى السنتر لاين. سنتر لاين اللي هو في الجدول هنا 1 2 3 4 5 6 7 رقم 7 السنتر فينس، مش هنعرف بيجي منه ازاي. يبقى اول حاجه الانترافينس لاين هتلاقي العيان محطوط كانيولات في ايده، محطوط في كانيولات في ايده، ده عادي جدا عشان يتحط منه نيوتريشن والكترولايت وفلويد ميديكيشن وياخد منه سامبلينج، لو انا هعمل فينس سامبلز سامبل للبلد فباخد منه عشان اقيس حاجه في الفين. تمام. طيب في الاي سي يو بقى حضرتك الفين ده بيتحط في الرقبه او في الكتف، هنا هتلاقي العيان بالمنظر ده. بسم الله الرحمن الرحيم، بص منظر العيان محطوط في الايه، في الجاجلر فين او سب كليفين، تبقى تنزل تحت شويه ومحطوط ده محطوط اللاين ده او محطوط الفينس لاين، ده فينس لاين عادي جدا بس في الرقبه اسمه سنتر لاين، يعني عشان محطوط في الرقبه محطوط لانه له وظائف ثانيه. تمام. يبقى خدنا فينس لاين حطيناه في الرقبه بقى سنتر لاين. ميجر بيقيس فكره السنتر لاين داون، ده عباره عن قسطره بتاع ده سوري كاس كانيولا عاديه جدا بس شكلها مختلف، كبيره شويه ولها بيعملوا لها اكتر من تفريعه زي ما شفتوا، هتلاقي العين محطوط الكانيولا متفرعه من بره، الكانيولا بتتحط في الجاجولار فين او سب كليفين حسب بقى النايب ما هيظهر عنده اقرب واحد فيهم ايه او اسهل واحد فيهم ايه. طيب انا هستفيد ايه لما احط السنتر لاين او احط كانيولا في رقبه العيان؟ العيان ده كريتيكال يا جماعه، اول سبب قلنا ان هيخش الاي سي يو كارديوبالمونري سبورت، ان انا عشان احافظ على الكارديوبالمونري سيستم. طيب احافظ على الكارديوبالمونري سيستم
فمحتاج الاكسجينيشن، محتاج الاكسجين، محتاج البلاد فلو، البلاد فوليوم بتاعه يبقى مظبوط. فلازم اتاكد البلاد فوليوم ده كويس، يعني الفوليوم بتاع البلاد اللي موجود في جسمه ده كويس. فانا عايز اقيس البريشر بتاع الفوليوم ده، واقيس عن طريقه ان انا هقيس الفوليوم، البريشر بتاع الفوليوم هقيس عن طريقه الفوليوم ده كويس ولا عالي ولا واطي. فبقيسه ازاي؟ بقيسه من المكان اللي بيوصل له الفيناستين اللي هو الرايت سايد اوف ذا هارت. الفيناستين بيوصل للرايت اتريوم من الرايت فينتريكل. طيب الفينس لاين دي او سنترال لاين ده هتوصل من الجوجلر فين؟ اقرب حاجه للجوجلر فين ايه؟ ده اقرب حته للرايت سايد اوف ذا هارت، فيعمل انسرشن او هيحس منه البريشر بتاع الرايت سايد، بلس ان هو ممكن يدخل منه قسطره، نوع من قسطره كده اسمها سوان جاز او قسطره على شكل رقبه البجع، بتخش جوه القسطره جوه اللاين داون وتوصل للرايت سايد اوف ذا هارت، وتقيس البريشر بتاع البلمونري، وتقيس البلمونري كل في السيستولو والديستولو زي ما احنا شفناه من شويه في الجدول. يبقى السنتر لاين ده وظيفته ان انا بقيس البريشر بتاع الرايت سايد بريشر عشان تؤسس كاردياك فانكشن، ان انا الفول الفلويد قد ايه، لانه لو عالي البريشر ده معنى ان الفلويد كميه الفلويد اللي في الرايت اتريوم ده عالي جدا، فمعنى كده الفلويد هنا عالي، فالعين ده ضغطه سهل جدا يطلع عالي. تاني حاجه ان انا ممكن ادخل منها أسطار كاستر توصل للرايت سايد والرايت فينتريك، رايت اتريوم رايت فينتريك منه البلمونري، وتقيس البلمونري بريشر. طب البلمونري بريشر ده انا هستفيد منه بايه؟ حضرتك لو البلمونري بريشر ده عالي او واطي، دي في مشكله في الفوليوم اولا بتاع البلاد، وثانيا بتتوقع ان في مشكله في اللنج كمان. يبقى البلمونري بريشر ده بيقول لي الفلويد كميه الفلويد اللي في جسمنا اللي في جسم المريض ده كويسه ولا لا، بلس ان انا عندي مشكله في اللنج. اهو اهو يا جماعه اهو دخل، بص هنا عمل ايه؟ حط كانولا عاديه دخلها من الجاجولار فين ودخلها منه او السب كليفيان هنا ودخلت للرايت سايد اوف ذا هارت، وبدا يدخل كاستر اهي من الطرف تحت دي، دي الكاستر بتاعته اهي، دخلها 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 لغايه ما رايت راحت وقاست كل البريشر اللي جوه في الرايت سايد في البلمونري دورنج سيستول ودايستول. اهو بس حتى القسطره لها كذا فرع من بره، الكانولا نفسها لها كذا تفريعه، لان هنا برضو كانولا العاديه ما فيهاش اي اختراع، كانولا زي الفينس لاين عادي جدا، بس فكرتها هنا ان انا بستفيد منها في حاجات تانية، ان بقيس البريشر بتاع الرايت سايد اوف ذا هارت، بلس ان انا ممكن احط منها كاستر عشان اقيس البريشر بتاع البلمونري ارتري بتاعنا دورينج سيستول وديستول. طيب لما باجي احط الفينس كاستر دي او سنتر لاين ده، ده طبعا البريكوشن دي او الريسكس دي بتبقى للطبيب مش ليا. احيانا كتير بيحصل نيموثوراكس، لان الطبيب هو بيدخل القسطره ممكن تخرم، لان اللنج الايبكس بتاع اللنج في الحته دي عند فوق الكلافيكل، عند الكلافيكل كده بالظبط الجروف اللي موجود دون الايبكس لنج موجوده، فهو بيعمل انسرشن بيعمل في المكان ده، فسهل جدا انه يخرم اللنج. فلو خرم اللنج هيخرم ايه او هيقطع ايه؟ هيقطع على طول البلوره ويحصل نيموثوراكس، يخش شويه هواء من الكانولا دي او من الاتموسفير اللي جوه، يحصل بليدنج او يحصل بليدنج، يحصل بعض الاعيان الاوقات يحصل اريزميا وممكن يخش في ارتري بدل ما يخش في فين. تمام. الديليد ريسك بعد كده ممكن يحصل انفكشن في مكان القسطره، ممكن القسطره تحصل لها اكلوجن، لازم بيبقى لها كير معينه تتحرك من مكانها، يحصل تتكسر جوه او تتقطع. تمام. دي كلها ديليد ريسك ممكن تحصل في سنترال لاين، لان هو على قد ما هو مهم على قد ما يحصل بعض الريسك منه للعيان ده. البلموني كاستر ان انا زي ما قلت بندخل قسطره من اللاين داون وبيقول لنا البريشر بتاع البلمونري ديورنج سيستول ودايستول، وبيقول لي البريشر عالي ولا قليل، وده بيقول ان في مشكله في البلمونري او في مشكله في اللنج. بالمونري كابيلاري ويدج بريشر اسمه كده، بالمونري كابيلاري ويدج بريشر. بقيسه ليه؟ بشوف الليفت فنتريكل فيلر الاورت فولف، لان في حاجه انا لو في مشكله في البالمونري غالبا هتاثر على الليفت سايد، لان البالمونري بعد ما بيحصل البلاد بيوصل ليها البالمونري سيركيليشن بيتجمع تاني بعد ما يحصل الاكسجين يوصل لفين؟ للليفت سايد اوف ذا هارت. فبالتالي لو في مشكله في البالمونري بعد شويه الليفت سايد اوف ذا هارت هيبوظ،
فينتريكل فيل فالف اورتيك او ميتر فالف بروبلم، بالمونر اديما، بالمونر هايبرتنشن، الحاجات دي كلها تظهر او تظهر عن المريض او هتبقى دايجنوستيك ليها بصوره قويه. فكده في رقبه العيان قلنا ده سنترال لاين بيقيس الفينس بريشر او بيقيس البريشر بتاع الاكسجين بتاع سوري بتاع الفوليوم بتاع الفلويد اللي موجود في الرايت سايد. ليه اخترنا المكان ده؟ لان ده اقرب فين يوصل للرايت سايد اوف ذا هارت. وليه رايت سايد؟ لان الفينس تن بيوصل للرايت سايد، فبالتالي كل الفلويد اللي موجود في الرايت سايد هو ده فوق الفوليوم بتاع الفلويد او البلد. فبالتالي لو عالي او قليل هيقول لي ان العيان ده عنده هايبوفوليميا او هايبرفوليميا، يعني عنده فوليوم قليل او عالي او عالي. في لو عالي ده ضغطه اكيد هيعلى، لو قليل هيحصل ديهيدريشن. بلس ان انا ممكن احط منه كاستر اسمها سوان جاز او بالموني ويج او بالموني كاست، خش منه الاسطره تيم زي ما شفنا في الصوره اللي بعدها. بسم الله. الصوره دي دخلت الرايت سايد وشافت البريشر بتاع البلمونري دورينج سيستول وديستول، ده بيقول لي ان في مشكله في اللنج لو البريشر ده اتغير. بلس لو في مشكله في اللنج هيأثر على الليفت سايد اكيد. فالليفت سايد فيلير الفالف بروبلم ديسفانكشن في الاورطة او الميترال البلمونري اوديم، ده كله هيظهر مني من او هعرفه من البلمونري ويدج بريشر او البلمونري كاستر اللي عند اللي انا حاططها من السنتر لاين دي. طيب ايه تاني ممكن نشوفه على العيان في وحاجه سيريس برضو في الانتنسيف كير؟ ممكن نشوف الانتر اورتيك بالون كاونتر بارسيشن. ده عباره عن قسطره موجوده للمريض غالبا بيحطوها من الفيمورال ارتري زي ما احنا شايفين في الصوره، تمشي تفضل ماشيه في الارتري لغايه ما توصل. طبعا ده بيتحط يعني اندر انستيزيا وهاي سكيل دكتور، ما ينفعش اي حد يحطها. تحط توصل من الفيمورال ارتري توصل للاورطه. طيب هو انا هو ليه دي اساسا؟ اولا حضرتك بيبقى في مشكله في الاورطه انيوريزم، وده طبعا من ضمن الحاجات السيريس. فهم غالبا الاورطة البلسيشن بتاعه بيبقى ضعيف، فبيحط قسطره وبالون في عند بدايه الاورطة في الاورطة نفسها. طبعا هو بيوصل من تحت فبيوصل للديسندنج اورطة وبعد كده الارش، يحطها في المكان ده ويبدا هو ينظم الكونتراكشن بتاع الاورطة بعد او قبل سوري بعد مكان الانيوريزم ده، يغطي يعدي الانيوريزم ويقفل الانيوريزم بالبالون دي ويعمل هو الكونتراكشن ميكانيكال عن طريق الجهاز الخارجي، يوصلها بمونيتور. والجهاز ده زي هو اللي بيتحكم في البالون دي او في الدعامه دي، ويبدا هو يعمل كونتراكشن وريلاكسيشن الاورطة عشان يعوض الانيوريزم او يعوض الويكنس اوف بالس اللي موجود في الاورطه. لان انا محتاج ده لان الاورط البالس اللي موجود في الاورطه ده هو ده اللي بيوصل للاوفر ذا بادي، ده اللي انا بوصل بيه البرفيوجن. فده لو عنده انيوريزم الدم هيفضل قاعد في المكان الانيوريزم او مكان الدايليتيشن دون، ومش هيوصل للبالس، مش هيوصل او الكونتراكشن بتاع الاورطه مش هيبقى سفيشنت ان يوصل الدم لوفر ذا بادي. فانا بعوض ده بالبالون سيرجري او الانتر اورتيك بالون كاونتر بالسيشن. طبعا هعرف ده ازاي برضو؟ طبعا انا قبل ما احرك رجل العيان او ايد العيان لازم ببص على زي ما انا قلت بنفضل نشوف ايه الوايرز والتيوبس اللي عند العيان ورايحه فين وجايه منين. طيب لو لقيت حاجه غريبه عند الفيمورال فبسال، لو حاجه غير القسطره غير ان هو جرح فبسال. هي غالبا هتلاقي العيان عند الليج اوف ذا بيد موجود المونيتور ومتوصل برجل العيان، فلازم اسال ايه ده. لو هو فعلا الكاونتر انتر اورتيك بالون كاونتر بالسيشن ببعد طبعا عن رجل العيان تماما، ببعد عن تشيست كومبريشن، بحاول اعمل له اي حاجه في الابر واللور لمب على قد ما اقدر لو هو محتاج. لو مش محتاج الافضل ان انا ابعد عنه، لان اي حركه تشيست كومبريشن فايبريشن بيركشن على اللنج وقريب من القلب ممكن يحرك البالون دي من مكانها، او ممكن يحرك البالون دي من مكانها، هيدخل عين في ريسك هو في غنى عنه. ايه المقاييس الثانيه اللي ممكن نشوفها عند العيان؟ التمبريتشر ببساطه هنشوف الحاجات دي عند العيان، يا اما الاوريجينال ثيرموميتر اللي هو اللي على اليمين دون ده العادي ممكن يقيسه العيان كونشس، يا اما اللي تحت ده ديجيتال
واللي على الشمال ده ديجيتال، اللي على اليمين دون عادي بيقيس، بنحط الطرف بتاعه دون في الماوس او الاندر اكزيلا، بيبقى له كفر بيتغير، بيتغير الكفر بلاستيك كفر دون بيتغير من عين كل مره والتانيه مش عيان كمان، ويشوف وعلى طول بيروح قاري على الشاشه بتاعته دي كام درجه الحراره بتاعه المريض. الاوريجينال اللي هو السلموميتر ده بيتحط في الماوس او الاكزيلا ايا كان بقى اللي موجود عندهم في العنايه او في المكان اللي انت هتشتغل بتشتغل فيه، هتلاقي ده او ده او ده. اللي على الشمال ده الجديد ده عباره عن انفراريد، بيطلع موجات تحت الحمراء، بتقيس بالموجات تحت الحمراء دي درجه حراره اللي هو دايما احنا بنشوفه دلوقتي لما بييجوا يكشفوا على الناس في المطارات او في غيره. التمبريشر مهمه جدا، لان اي عيان سخن غالبا التمبريشر هتزود الهارت ريت 10، هتزود الريسبيراتوري ريت حوالي من 4 ل 6 اكتر من النورمال. لازم انا اعرف يعني الديفينيشن بتاع التمبريشر، مش كلهم فيفر. النورمال 36.5 ل 37.5. طيب الهاي فيفر، الفيفر الاولانيه لغايه 38.3، هايبرثيرميا لغايه 39.9، هايبربريكس اكتر من 40 ل 41، اكستريم اكتر من 41.5. طيب ده لو فيفر، لو فيفر وهايبرثيرميا وهايبربريكسيا وهايبر اكستريم هايبربريكس، مفيش حاجه اسمها كلهم فيها مش سخن وخلاص، لا ده هايبر معنى كده كل ما السخونيه تزيد كل ما هنشوف كل درجه من دول بتزود الهارت ريت 10. فاحنا لو طلعنا فوق كده 41 من 37 هتلاقي العيان ده الهارت ريت بتاعه مثلا 150 مثلا ولا حاجه، تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه ميتابوليك ديماند هيعلى جدا، وده كله هيبقى لود على القلب، فبالتالي العيان ده اولا مش هتقدر تشتغل معاه باي صوره من الصور الا لو هو هاي يعني فيفرج بس اللي هو درجه واحده يعني، ويكون عنده سبب قوي ان انا اشتغل معاه زي النمونيا زي شيست انفكشن، عنده مسل ريسبات مسل ويكنس اشتغل معاه. وطبعا عشان برضه نبقى عارفين الجلسه في الاي سي يو بتبقى اصلا وقت بسيط، مش بقعد معاه فتره طويله، انا بدي سيشن انترفال، بدي كل شويه سيتس، كل سيتس بريذنج، كل شويه ست سيشن سيتس خمسه سبعه بريدنج، وبعد كده ريح شيست كومبريشن وبعد كده يسيبه ريح. طبعا الكلام ده كله ممكن ياخد بالدقائق، مش نص ساعه ولا ربع ساعه. طيب لو العين هاي عنده هايبوثيرميا، هايبوثيرميا معنى كده ان عنده غالبا لو العين في الاي سي هتلاقي العين عنده انفكشن عالي جدا، اعلى من مستوى السيت بوينت الموجوده في الهايبوثالامس، فكده العين ده نير تو داي، يعني عنده الانفكشن او البكتيريا عاليه جدا لدرجه ان الجسم مش قادر يستجيب لها او يعمل رياكشن ليها ويرفع درجه الحراره، لا بالعكس ده درجه الحراره انخفضت نتيجه السيبسيس او نتيجه درجه الحراره العاليه دي، تمام. طيب حاجه كمان هنشوفها عند العيان اللي في الاي سي يو، بص منظر العيان متربط، محطوط حاجه كده في السكال، ده غالبا في الاماكن اللي فيها نيورو سيرجري، الاماكن اللي فيها جراحه مخ واعصاب، احيانا كتير بيحتاج يقيس الانتركرانيال بريشر او الحوادث للسكال او للسي ان اس عموما. بيحطوا كان زمان بيحطوا الالكترودز بين الالكترود كده جوه في السكال، طبعا دي بتبقى يعني باجهزه قويه عشان يقدر يخرم السكال ويدخل الالكترودز دي ابيديورال سبديورال بين ده شكلها من بره، ده عشان يدخل السنسور بتاعه ويقيس الانتركرانيال. المفروض في الادلت من 0 ل 10 ملم مركري، في الاطفال هيبقى لغايه 5. طيب احيانا كتير ممكن ما يكونش حادثه، ممكن يكون عنده اي برين دامج او هيموريدج بعد كده بقى كويس، او عنده هيدروكيفلس اللي هي الطفل ده ممكن يعاني مثلا، او عنده صرع، عنده اي نوع من انواع الابليبسي، ده كله الالكتريستي بتاع البرين بتبقى متاثره. فمن ضمن الحاجات اللي بتزود الانتركرين بريشر الاكسرسايز، زي ما احنا شايفين قلنا ممكن تبقى
بينز كده مسامير داخل الباراسكال، ده كان اولد شويه. دلوقتي بتبقى ممكن سيرفس الكترود زي الشخص اللي قاعد على الشمال ده. ايه الحاجات اللي هتزود انت كلاب بريشر؟ ايزومتريك اكسرسايز، فالزالفا مانوفر، اكستريم هيب فليكشن، لاتر نيك فليكشن، كافينج، بروم بوزيشن. دي كلها ممكن تزود الانتر كلاب بريشر. لو العيان حاطط تيوب زي العيان بتاع الاطفال بتاع الهيدروكيفلس دي، ممكن التيوب دي لو قفلت تزود الانتر كلاب بريشر او اي نوع من انواع الالم. وده طبعا ده لو العيان اوريدي عنده كان عنده هيمروج قديم او عنده تيومر، الحاجات دي كلها بتزود انتر كلاب بريشر. فلو زودت الاكسرسايز عليه هيزيد معانا، ممكن يعمل مور انجري للعيان ده. في حاجة تانية ممكن بنشوف بيها الانتر كلاب بريشر، سوري الكهرباء بتاعت المخ، الالكترونكيفالوجرام. هتلاقي العيان دي من ضمن الأجهزة اللي ممكن يقيسوا بيها الكونشس ليفل والبرين أو السيربرال فانكشن. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن نشوفها برضو. غالبا ايه برضو الالكترود بتاعتها تبقى خارجية بالمنظر ده، وبيشوفوا برضو الالكتريستي بتاعت البرين والفانكشن بتاع الليفل اوف كونشسنس بتاع الشخص ده. من الحاجات برضو المهمة اللي بنشوفها الشيست تيوب. الشيست تيوب دي عشان نعمل درينج لأي حاجة في البلورة. غالبا الشيست تيوب اي بروبلم في البلورة، او سواء تروما، في هيموثوركس، في نيوموثوركس، هواء في البلورة، في بايوثوركس، في بص في البلورة، في فيوجن الفلويد، في بلور فيوجن لو في فلويد زياده في البلوره، ده كله بنحط له شيست تيوب. الكير بتاع الشيست تيوب ما فيهاش اي مشكله، يعني احنا ما عندناش مشكله فيها، بس بتبعد عنها لان بيبقى تبقى مصدر الالم للعيان جامد، فبالتالي بنبعد عنها او بنحاول على قد ما نقدر ما نلمسهاش كتير، لان ده بيبقى بينفل قوي العيان. برضه شيست تيوب ممكن تتعمل بعد الهارت سيرجري، اي جراحه للقلب او لللنج بتحط شيست تيوب عشان تطلع اي درينج من جوه لبره. من ضمن الحاجات برضه المهمه اللي بنشوفها على العيان، بص هنا العيان ده محطوط له زي لاين بتاع ده خرطوم كده جوه في النوز، ده النيزو جاستريك تيوب او الرايل او التيوب او الانسيرشن بتاع التيوب اللي بتشتغل على العيان على الجي اي تي. بنستخدمها في ايه او بتتحط ليه اساسا؟ دي اولا عشان الفيدنج لاي عيان سيمي كوماتوز او كوماتوز في الاي سي يو غالبا بيتحط له نيزو جاستريك تيوب اللي هي الرايل عشان الفيدنج، عشان لو في اي مشكله في الجاستريك، لو في لو عنده مشكله في الاستومك او الليفر وعنده بليدنج جوه، فبيعمل اسبيريشن للجاستريك كونتنت بسهوله، يدخل منها ميديكيشن، يدخل منها فيدنج، ممكن ندخل منها احيانا بيحطوها عشان ندخل كونتراست، ندخل الماده المشعه لو احنا عايزين نعمل صبغه او نعمل اشعه بالصبغه للجي اي تي عموما. تمام، مهم جدا الرايل لو عيان هيتحط على تنفس صناعي عشان امنع العيان اصلا اي عيان كوماتوز سيمي كوماتوز غالبا مش عارف ياكل او مش هينفع نديله اي حاجه اورال فيدنج. ليه؟ لان ببساطه هيحصل له اسبيريشن، الفيدنج ده مش هيوصل للاستومك، لا بالعكس ممكن نخش على اللنج ونعمل له بدل ما هو العيان عنده مشكله واحده، لا نعمل له عند نيمونيا اسبيريشن نيمونيا ويزيد المشكله عنده. فبالتالي محتاج النيزو جاستريك تيوب دي لاي عيان سيمي كوماتوز او كوماتوز عشان الفيدنج، عشان الميديكيشن، عشان لو عايز اعمل اسبيريشن للجاستريك كونتنت، لو عايز ادي ميديكيشن ادي فيدنج، اعمل اشعه زي ما قلت الكونتراست ممكن ندخلها لو عشان بيبقى طعمها مش عيان كتير جدا ما بتقبلش طعمها، طعمها وحش جدا، فبنحطه له عن طريق الرايل او النيزو جاستريك تيوب اهي. دي هنا الصوره دي موضحه لي الجاستريك تيوب هنا على اليمين او نيزو جاستريك تيوب او الرايل، ممكن نحطها من النوز، ممكن نحطها في الاستومك على طول انه بيخرموا الابدومن من بره او من او من على او سوري من الاستومك دايركتلي، او ممكن يخرموا السمول انتستين، يعني يا اما
في النيز النوز، يا اما من الاستومك يا اما من ديودينم او من السمول انتستين. ايه الفيدنج الثاني اللي العيان ممكن يستقبله؟ ممكن يستقبل اللي هو الفلويد العاديه عن طريق السنتر لاين او البريفرال فين، اللي هي الكانولا العاديه او الكانولا الفرعيه. دي كل انواع اللاينز اللي ممكن تلاقيها على العيان، بتلاقي ممكن تشوف ده على العيان. طبعا هتبص لو فتحت جيت ارفع الملايه من عينها تلاقي فيه خرطوم كده خارج من بطنه، فده اسمه ستومك فيدنج، او بدل ما هو نيزو لا ستومك فيدنج، ما بدخل منه الفيدنج عن طريق التيوب اللي داخله للجاستروكتومي، بيبقى فاتح حته من الاستومك ودخل منها التيوب ده عشان يدخل منه الفرق. ده غالبا عنده هتلاقي عنده مشاكل في جي اي تي ميجور، هتلاقي فيه اوبستراكشن، هتلاقي فيه تيومر قافله من فوق، فبالتالي مش هيقدر يعمل انسرشن الا من تحت. نفس الكلام لو الموضوع في مشكله في الاستومك، فبيدخل على طول فيدنج للانتستين سمول انتستين عن طريق برضو تيوب خارجيه اللي هي رقم جي اهي. ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تعملها على فتره طويله؟ ممكن يحصل انفكشن بالمونري اورال انفكشن من التيوب دي، يحصل سينوسيتس لانها بتخش من الجلد، يحصل سكين اروجن بتخش من النوز، يحصل سكين اروجن لانه بيأثر بيحك في الجلد وهو داخل، يحصل التهاب في الاسوفيجاس، التهاب ده ممكن يزيد ويعمل فيستا، يعمل يخرم التراكيه الاسوفيجاس، يعمل وصله بينهم. ده على فترات طويله، لو قعد فتره طويله جدا النيزو جاستريك تيوب دي جواه، الجاستريك السريشن ممكن يعمل ألسر في الاستومك من تحت نتيجة الاحتكاك لفترة طويلة. تمام، فبالتالي ايه اللي يعني بالنسبة لنا انا ببقى عارف دي فايدتها ايه. ثانيا التمريض كتير جدا بتستهون تقول لك لا ده هو واكل بس جاستريك فيدنج، لا جاستريك اللي هو النيزو جاستريك دي وقت حاجه بسيطه، حتى لو وقت حاجه بسيطه المفروض ان انا ما اشتغلش افتر فيدنج، على الاقل المفروض النورمال المفروض الاكل بيقعد في المعده حوالي من ساعتين لاربع ساعات، فبالك ده المريض فممكن يقعد اطول من كده او اطول، فغالبا حاول تبعد تعرف مواعيد اكل العيان ده حتى لو بياخد نيزو جاستريك بس او اي نوع من انواع الفيدنج، ببعد عنه او طول ما الاستومك مليانه او الجي اي تي مليان ببعد عنه على الاقل فتره كافيه، يعني اعمله جلسه عكس او وقت بعد، او لو عرفت انها فاقول لها اصبري بعد ما اخلص الجلسه اشتغل حاجه تاني عشان ما يبقاش في مشكله، لان المشكله هنا ان العيان هيحصل له لو انا حركته جامد ممكن يحصل له فوميتنج. الفوميتنج هنا مش هيطلع على الماوس، لا ده هيطلع في احتماليه كبيره جدا ان هو يطلع على اللنج التراكيه واللنج ويخش يعمل نمونيا او يخش يعمل اسبيريشن من العيان، فاحنا في غنى عن الكلام ده تمام. من ضمن الحاجات اللي تلاقيها على جنب العيان في حاجه اسمها انفيوجن بامب، الجهاز جنب العيان بتحط اللاين بتاع الفلويد او الميديكيشن جواه وهو بينظم كميه الفلويد او كميه الميديكيشن اللي عايزها على الوقت، يعني انا ده بنحتاجه في الاي سي يو بصوره عاليه جدا لان انا محتاج الفلويد دون بيبقى له علاقه بالوزن والسن وحاله العيان وكميه الفلويد اللي داخله جسمه لازم تبقى مظبوطه مليون في الميه. كان زمان نحط الكانولا المحلول وينزل ببطء او بسرعه وخلاص، لا ده بينظم لك بالظبط يخرج مثلا 300 مللي على مدار ساعتين او ثلاثه، 200 مللي على مدار ساعه، فانت بتحط هنا الممرضه بتروح حاطه الفلويد عايزه 100 مللي بس من الفلويد ده او من الدواء دون على مدار ساعتين. طبعا ده ديليكت قوي ومهم جدا لما يكون عيان عنده جفاف، لما يكون عيان في اي سي يو او حالته يعني كريتيكال، القلب في كارديوبالمونري بروبلم قويه جدا، بلس ده لو فلويد عادي. لو ميديكيشن طبعا الميديكيشن داون بيبقى العيان عايز محتاجه كل دقيقه او كل نص دقيقه يتحط له ملي من الدواء ده. ادويه كتير جدا بتفرق مع العيان الوقت بتاعها والكميه، فبالتالي محتاج حاجه تظبط داون، فالانفيوجن بامب اللي هو الشكل اللي قدامنا ده هو ده اللي بينظم دخول الحاجات دي. من ضمن الحاجات المشهوره فيه اللي هو الكيموثيرابي، الكيموثيرابي ما ينفعش يتحط العيان مره واحده زي اي فلويد، لا الكيموثيرابي ده بتحلل على
كميه فلويد معينه او صلاي او سوائل معينه وتحط في اللاين بتاع العيان، ولازم نقعد مثلا عليه 5 6 ساعات عشان يخلص وعشان ما يزيش الجسم. طيب دي كانت معظم الحاجات اللي ممكن نشوفها حوالين العيان، انفيوجن بامب، سنترال لاين، نيزو جاستريك، قلنا المونيتور في الاول، قلنا فينوس لاين، قلنا المونيتور فيه البلاد بريشر والهارت ريت والاكسن ساتوريشن والسبيرتوري ريت، قلنا النورمال بتاعه، وقلنا شويه ارقام على الهيمودينامكس اللي ممكن المفروض نعرفها وممكن نتعرض ليها وتبقى لها علاقه بشغلنا زي المين ارتر بريشر، الفينوس اوكسن ساتوريشن، فينوس اوكسن بريشر. طيب في حاجات بقى لها علاقه باللايف سبورت، الحاجات اللي لها علاقه بالاكسجينيشن، حاجات لها علاقه بالقلب نفسه، دي بنقسمها في حاجات نون انفيزيف، يعني حاجات ما تخشش جوه الجسم، حاجات انفيزيف. حاجات نون انفيزيف زي اللي هي الماسكات بكل انواعها، في ماسكات غريبه اساسا هنشوفها في الاي سي يو دي. الانفيزيف اللي هي الحاجات هتخش جوه دايركتلي للنج زي الميكانيكال فنتيليشن او التنفس الصناعي. النون انفيزيف هنشوف نوعين مهمين جدا، في انواع كتير يا جماعه او في اسماء لهم كتير، بس انا اكتر اسمين مشهورين في سيباب، كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر السيباب، او الباي باب، باي بريشر او باي اير واي بريشر. ايه الفرق بينهم؟ السيباب ده بيديني باي ليفل، سوري باي باب او باي ليفل اير واي بريشر او سيباب كونتينوس بوزيتيف اير بريشر. السيباب الاولاني سي كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر، ان انا بدي هواء بوزيتيف بريشر، هواء بس داخل من الماسك ده للعيان، والعيان بياخده على اللنج على طول، ما بيديش فرصه ان عينك يعمل اكسبيريشن. محتاج السيباب عشان يحسن اللنج، عندي مشكله في الانفليشن بتاع اللنج، عندي مشكله في الفنتيليشن، فمحتاج اللنج تبقى مفتوحه على طول، فبديله سيباب وبيجيب نتائج هاليه جدا مع العيان مع المرضى. هو انا ليه اصلا باخد النون انفيزيف في الاول؟ لان انا برحم العيان من الانفيزيف بروسيجر. لما احط الاندوتراكيال تيوب في الماوس بتاع العيان، ومنه التراكيه ومنه اللنج، ده كله بيجرح الايروي، بلس ان انا بنايم اللنج تماما، اللنج ما بتشتغلش معظم الوقت، الفنتليتر او الجهاز التنفس هو اللي بيشتغل، فانا محتاج اللنج شغاله وتفضل اكت، بس انا بديها حاجه مساعده وابعد عن العين عن الكوميونيكيشن بتاع الميكانيكال فنتيليشن، فبديله حاجات نون انفيزيف. الميكانيكال فنتيليشن يعتبر انفيزيف، فالسيباب اول واحده فيهم بيستخدموها طبعا، ده على حسب حاله العيان واستحماله ليها. تاني حاجه بنستخدمه للعيان العاديه، الناس العاديه، في ناس عندهم اوبستراكتيف سليب ابنيا اللي هو بيحصل له ابنيا اثناء النوم، دي من ضمن الامراض صدرية ممكن العيان يخش فيها، يخش في ابنيه ويجيله اختناق اثناء النوم يصحى منها، فبنديله السيباب دون ينام بيه. في فنتريكولار فيلير او ريسبيراتوري فيلير، اكيوت ريسبيراتوري فيلير، بنديله بنشتغل على السيب شست انفيكشن، لو هو مش سيفير بنديله سيباب عشان يحسن معانا الفنتيليشن بتاعه ويحسن معاه الاكسجينيشن بتاع العيان. الباي ليفل باب، السيباب بيدي بوزيتيف بس، البايليف بيدي بوزيتيف ونيجاتيف، يعني بيدي فتره لو شفنا تحت زي بريسكرايبد بريشر اوف انهيليشن اند لوور بريشر فور اكسهيليشن، بيديله هواء يدخل هواء بقوه من الماسك للعيان، وبعد كده بعد شويه يسيبه يقلل البريشر اللي داخل ده عشان العيان ياخد اكسبيريشن. لكن السيباب بيدي هواء على طول باستمرار، والعين بياخد نفس ان واوت عليه لانه هو عايز يخلي اللنج مفتوحه او في وضع انفليشن ديورنج انسبيريشن واكسبيريشن عشان يحسن لنج فانكشن، وفي نفس الوقت بيطلع سيكريشن فعلا. الباي باب هنا بيدي هواء ويدي هواء ببرشر عشان الانهيليشن، ويدي فرصه يقلل البرشر ده عشان يحصل اكسهيليشن او يحصل اكسبيريشن. اهو ده سي باب، ده واحد نايم بيه عشان سليب ابنيا. الباي باب اهو تمام، بيدي هنا هواء ويصبر شويه بالبريشر ويدي. طبعا البريشر هنا جوه الجهاز ده على حسب حاله العيان، مش رقم وخلاص، البريشر بتاع الهواء اللي داخل هنا على حسب الدياجنوز بتاع العيان واللي بيعمله اسيسمنت الطبيب، مش حضرتك بس. القصه كلها هنا نعرف ايه ده وايه الفرق بينهم وبنستخدمه في ايه. جنب العيان هتلاقي الامبو باك دي اللي هي ريسستيشن باك،
لازم ابقى عارف الريسوسيستم باك دي عباره عن ايه. كانت زمان من غير فالف ولا ماسك زي ده كده، كانت زمان هي هواء وماسك وروح، سوري مش ماسك، في هنا في المكان ده بالظبط في بريشر كنترول بيعمل كنترول للهواء اللي خارج من الانبو باك دي. دي بدل ما ندي ماوس تو ماوس بريدنج، فعشان الانفكشن ما يحصلش وما يتنقلش من العيان للطبيب او العكس، فبندي بالانبو باك دي الهواء. لما نيجي نعمل سي بي ار ونيجي نعمل مساج للقلب بندي هواء نفس او نفسين قصادهم 15 بريشر او 15 كاردياك مساج. فبدل ما اعمل دون ماوس تو ماوس بريدنج بندي بريدنج بالاير باك او الريسوسيتيشن باك اهي. تاني حاجة، انا الريسوسيشن باك دي ممكن تعمل اوجمنتيشن او تعمل سيميليشن للكف. انا بستخدمها في حاجة عندنا، يعني في تكنيك في الاي سي يو اسمه مانوال هايبر انفليشن، بستخدم الريسوسيشن باك دي. ده تكنيك من البروسيجر اللي هنشتغل بيها ان شاء الله في الاي سي يو، ولو في فرصة ممكن نتكلم عليه باذن الله. فالامبو باك فايدتها ان بدي نفس العيان بيه بدل ماوس تو ماوس بريدنج، بدي نفس منه اثناء الريسوسيشن او اثناء الانتيوبيشن. لما العيان خلاص نفسه بدا يحصل ابنيا بندي على طول بالامبو باك بدل ماوس ماوس بريدنج بتاع زمان. في الفيزيوثيرابي بستعمل الامبو باك دي في حاجه اسمها مانوال هايبر انفليشن. مانوال هايبر انفليشن دي ممكن نتكلم عليها ليتر ان شاء الله. ايه انواع الاكسجين اللي بيخش العيان؟ بص يا سيدي، في نيزل، في سيمبل ماسك، في ايريزول ماسك، في انتري ماسك. الفرق بينهم هنا شكله بس، خلينا الصفحه دي هقول لك ايه دلوقتي، بس خلينا نشوف سوري نشوف الماسكات راحت فين. اهم ده الفنتري ماسك وده الايريزول ماسك وده الفيس تنت اللي هو العادي. ايه الفرق الاولاني اللي فوق؟ الايريزول ماسك ده عباره عن ماسك هيوصل يعني هنوصل بخرطوم منه او تيوب منه للانبوبه، سوري لل للايريزول اليونت بتاع الايريزول او اليونت بتاع الاكسجين. يبدا اليونت دي عباره عن تيوب بيتحرك فيها اجيتيتور، بيتحرك فيها محرك كده، يبدا يحرك ميه عاديه خالص، ديستال ووتر عادي جدا، ميه نظيفه خلاص، والاكسجين بيخش على الميه دي ويبدا يحصل له يخرج منها على هيئه بخار ميه، بدل يعني بيعمل يعني الرذاذ بتاع الحركه بتاعه الميه دي يخرج منه، فبيخرج على هيئه مع قوه الحركه بتاعه الاجيتيتور او المحرك، يخرج الهواء اللي فيه اكسجين على الماسك دون عن طريق اليونت اللي موجوده في الحيطه دي. طيب ده الايريزول ماسك الاولاني. الفيس تنت ده من غير ايريزول، ده ممكن احط فيه جواه نفسه اوصله دايركتلي للوول من غير ميه، لكن بيبقى محطوط فيه يونت جواه هي اللي بتعمل فيها اجيتيتور زي اللي هو جلسه البخار اللي بياخدها العيان بتاع الازمه. الفنتري ماسك ده بيبقى فيه موصل العيان بالماسك ده وموصل بهيمودفاير زي مرطب للهواء اللي خارج من الوول. لان ليه؟ احنا بنعمل ترطيب بكل يعني كل صوره من الصور، يا اما عن طريق اليونت الموجوده في الحيطه جنب العيان، يا اما الماسك نفسه فيه يونت بتعمل رذاذ، يا اما الماسك نفسه فيه هيمودفاير او بتاع ده زي مرطب للهواء ده، لان الاكسجين اللي خارج من الوول او من السبلاي بتاع العيان بيبقى اكسجين جاف، فلو دخل جوه اللنج من غير اي نوع من انواع الترطيب هيخش على طول جوه في الالفيولاي مع الاكسجين اصلا البريشر بتاعه عالي جدا، فيخش يبدا ينام على الالفيولاي ويفرقع الكبارس لانه بريشر عالي جدا، فيخش ويبدا يحصل بليدنج بسهوله جدا العيان ده وزن مينيت. فبالتالي انا محتاج اعمل هيموديفيكيشن او اعمل ترطيب او نعمل باي صوره من الصور سواء عن طريق الايروزول او غيره. النوز كانيولا بتبقى كانيولا بخش في النوز بتاع المريض وتخش منها الاكسجين. طبعا ده كلها حاجات نون انفيزيف، حاجات كلها ما بتخشش جوه اللونج نفسها من بره. ايه بقى الصوره دي؟ من الاخر انا بقول لك هنا ان النيزل كانولا والسيمبل ماسك والايزول فينتري ماسك. طيب اليونت اللي موجوده في الحيطه ورا العيان اللي متوصل بيها الكانولا بتاعه النوز اللي طالع منها الاكسجين دي
اللي داخل منها الاكسجين للعيان او الماسك اللي داخل الاكسجين للعيان وموصل لليونت اللي موجوده في الحيطه دي. الحيطه دي هتلاقي اليونت نفسها او الكابس نفسها متدرجه 1 2 3 4 لغايه 10 تمام، وممكن توصل ل 14 كمان لتر بير مينت. طيب هو ده لتر ميه لتر اكسجين؟ لا، في الكانولا الارقام بتاعته بتختلف. اللي بيوصل للعيان الاكسجين اللي هو الاكسجين اللي بيوصل للعيان اللي هو جنبه لتر بير مينت، لو انا ظبطت المؤشر عند لتر بيطلع منه 2 من 10 او 20% اكسجين. لو وصلته على 2 لتر بيوصل منه 28%. لو 3 لتر اللي هو زي قلت التدريج، وهوريكم الصوره في الاخر صوره الكابس اللي في ورا العيان، ولها اللي هي هتلاقي فيها جواها زي بليه كده انت في وجنبه زي مفتاح بتفضل تفتح الاكسجين عليه، يبدا البليه دي تطلع كل ما تطلع تزود لتر 2 3 4. فهنا اللتر اكسجين مش 60% لا ده 44 6 لتر يعني 44% اكسجين، 5 لتر 40%، 4 لتر 36% اكسجين. السمبل ماسك العاديه من 5 6 لتر هو بدا على طول، لان احنا غالبا احنا بنستخدمها كده الماسك، لان الماسك ساعات الهواء بيخش من الماوس ومن النوز في نفس الوقت، فبيبقى كميه الاكسجين اللي واصله للنوز لللنج قليله، فبنديله 6 ل 5 لتر حوالي 35% اكسجين. السمبل ماسك لو 6 ل 7 لتر 45% اكسجين. هو ده نورمال يا جماعه، هو ده النورماليتي بتاع اللتر اللي خارج، يعني ده اللي بيوصل لللنج خلاص. لكن النورمال بتاعنا احنا بناخد 21%، فانا بزود ليه؟ لان العيان ده اوريدي محتاج اكسترا اكسجين عشان عنده هايبوكسيميا باي صوره من الصور خلاص. الايروزول ماسك بص بنعمل على طول من 10 ل 12 لتر بيدينا من 35 ل 100% ديبندنت اون سيتنج. يعني انا بعمل سيتنج للايروزول نفسه الماسك نفسه وابدا اقول ايه اللي هيوصل للعيان. الفنتري ماسك 4 لتر بيدينا 24%، 4 لتر ممكن يوصل 28%، 6 31% وهكذا. يبقى الكولم الاولاني اوكسجين فلو من ده من الوول من السبلاي اللي موجود في ظهر العين، وهنشوف السبلاي ده شكله ايه دلوقتي. ده الاف اي 2 ده اللي واصل للعين او الافريج اللي هيوصل للعين 24% 28% اكسجين 32 36 40 وهكذا لغايه الاخر. بيختلف من جهاز للتاني، النيزل غير السمبل ماسك غير الايروزول غير الفنتري ماسك تمام. تمام، السبلاي هو يا جماعه اللي في ظهر العيان. العيان هتلاقي ثلاثه على الاقل سبلاي، واحد لونه اصفر ده الفاكيوم ده للسكشن، واحد لونه سوري الاخضر اللي هو على الشمال ده اول واحد ده الاوكسين، والابيض ده الفاكيوم، والاصفر اللي على اليمين ده الاير، لازم يبقى اير عادي تمام. طيب الـ هو انا ما اجي ادخل اخد اير او اخد اكسجين من دون، انا بعمل ايه؟ بحط اليونت اللي احنا قلنا عليها اليونت المدرجه دي ويبقى فيها كميه ديستال فلويد او ديستال ووتر اللي هو ميه معقمه عاديه جدا، ويبدا يوصل يتحرك الاكسجين عليها ومنه يوصل للعيان عن طريق الماسك اللي انا حاطه الكانولا اللي انا حاطته. طب زي ما احنا قلنا عشان الترطيب وعشان يحصل الاكسجين ما يخشش دراي اكسجين جوه اللنج وبالبريشر بتاعه عالي اساسا، فبالتالي العيان ده ممكن يحصل له بليدنج بسهوله جدا في اللنج. طيب ايه تاني؟ ده ساكشن ماشين. ساكشن ماشين ممكن تبقى متوصله على الول زي اللون في الابيض اللي في النص ده، يا اما بورتابول زي ده لو بريشر عالي بس بريشر بس نيجاتيف للشفط مش للطرد. يعني هنا البريشر بتاع الاكسجين والاير للخروج، البريشر بص بيدي هواء او اكسجين ببريشر عالي، لكن هنا بيدي بيشفط الشفط ده هنا فاكيوم بيدي نيجاتيف بريشر عالي يشفط من يشفط التيوب او يشفط السوائل دي بتشفط. يعني الفاكيوم ده غالبا هتلاقي التيوب او الواصله للعيان وجايه من الجهاز اللي هو الول او الجهاز ده البورتابل تبقى واصله غير مباشره عشان يبقى فيه في النص باكج هي اللي بيوصل فيها السكريشن الواصله بين الان والاوت بتاعه، فيوصل السكريشن للباكج دي اللي هي التيوب اللي بيوصل فيها بيتجمع فيها السكريشن بعيد عن ما تبقاش دايركتلي للعيان منه للفاكيوم ماشين. دي الماسكات اللي كنا عليها الاولانيه اللي فوق دي نيزل كانولا بالمنظر ده بتتحط في النوز بتاع العيان. طيب
لو الماسك، لو في بعض الاحيان هتلاقي العيان دي صوره من الصور، تلاقي العيان محطوط له ماسك، وبين الماسك وبين الجهاز المرطب ده في زي كيس كده اسمه ريزرفوار باج، عباره عن ان هو بيجمع الاكسجين جواه والهواء، وبيخليه يعني بيخلي الهواء ده يبقى عند، بيزود نسبه الاكسجين اللي واصله للعيان، بدل ما هي واصله من مصدر واحد تبقى واصله من مصدرين. ده الريزرفوار باج والتيوب الاساسيه اللي جايه من الغول. يبقى دي عباره عن نون بريذنج ريزرفوار والسيركز فالف ماسك فيس ماسك، عشان ازود نسبه الاكسجين للعيان. طبعا ده كل دي محاولات ان انا امنع او ااخر دخول العيان على الميكانيكال فنتليشن. تمام. طيب خدنا انواع الماسكات، ودي كل ده احنا عمالين نتكلم في حاجات نون انفيزف. عايزين نخش جوه شويه، في هتلاقي العيان ده محطوط له ايرواي او النوع من انواع التيوب كده صغيره بتفتح الايرواي بتاع العيان. الايرواي ده غالبا هتبقى في اورو فارنجيال ايرواي، يا اما نيزل ايرواي فارنجيال نيزو فارنجيال ايرواي او تراكيستومي. نشوفهم على طول اهو، ده الاورو فارنجيال ايرواي دي موجوده في بق العيان. ممكن دي فائدتها اما العيان يكون كوماتوزد ان انا امنع تانج ديبريشن، او يحصل ان تانج يحصل له انفيرشن ويقفل الايرواي. تاني حاجة بسهولة جدا بحطها للعيان عشان اعمل منها ساكشن. حضرتك ممكن تعمل كده كعلاج طبيعي، انا بعمل كده كعلاج طبيعي، دي سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. التيوب بتتحط بنفس المنظر اللي هي حاططها دي كده، وبعدين وانا اول ما ادخلها كده وهي محشورة بقى العين اروح لففها تروح من ايام الطنج ومغطية الطنج وافتح الايروي على طول. اي حاجة لها علاقة بالايروي بعملها with extended neck. لكن لو هعمل الرايل او النيزو جاستريك بنعمل ويز فليكس ابنك. فالعيان بنحط دي بنفس المنظر ده وهي مرفوعه لفوق كده، الحته الحمراء دي الاغنيه دي بتبقى اللي بره، يعني دي انا بشوفها من بره من بق العيان، اللي جوه دي اللي بتبقى جوه. خلاص بحطها واروح لففها اللمه الثانيه، يعني الففها على وشها تبقى كيرفت بس لتحت، فتروح ماسكه الطنج وتمسك الطنج وتفتح الايروي. او ما تحط السكشن تيوب تعمل سكشن زي الفل، دي الاورو فارنجيال تيوب او ايروي. النيزو فارنجيال ايروي اهو نفس الكلام، هي تيوب بس اصغر بندخلها من النوز لتوصل لين للتراكيه ومنه للايروي بتاع العيان. فكرتها برضو نفس الكلام، لازم تبقى الهيد اكستندد، وبستخدمها العيان اللي هو عنده مشكله في الكونشس ليفل، يا اما كوماتوز او سيمي كوماتوز. ما ينفعش استخدمها العيان عنده فاشل فريكشر او سكال فراكشر. الادفانتج اللي بنعملها ساكشن دي اكتر واحده، اكتر حاجه بنستخدمها للايروي عموما، نيزو فرنجل او اورو فرنجل، عشان اعمل منها ساكشن عشان افتح الايروي والعيان ياخد نفس ادخل له اكسجين منها، يعني احط له اي حاجه. لو العيان ده كوماتوز بحط له الايروي دي واحط له منها اي نوع من انواع الايريشن او الاكسجينيشن. بلس ان انا اهم حاجه عندي ان انا ااخر الانفيزيف فنتيليشن لقد ما اقدر، فبعمل منه ساكشن احسن الريسبيراتوري فانكشن بتاعته والايريشن والفنتيليشن بتاعه، فبالتالي العيان ده يتاخر ان انا حالته تتحسن ويتاخر وصوله للميكانيكال فنتيليشن ده. طيب خلاص العيان هنا ما فيش حل تاني غير ان انا احطه على ميكانيكال فنتيليشن. الميكانيكال فنتيليشن يا اما نحطه من تراكيستومي، يا اما بيخرموا التراكيه عند بعد الابل اوف ادم ابلز، يعني بعد تفاحه ادم دي بشويه، في هتلاقي نوتش اللي اسمها كريكويد نوتش، كريكويد نوتش دي بيبداوا يفتحوا عندها خرم صغير ويدخلوا منها التراكيستومي تيوب ويثبتوها ويبدا يشتغل بقى العين، او ندخل اندرو تراكيال تيوب من الماوس دي اللي هي الخرطوم اللي قدامك ده. بيخش ازاي؟ عن طريق المنظار الحنجري اللي هو ده، بيتفتح يبقى عامل زي زاويه قايمه وجواه كده زي نوع بتاع ده لمبه كده صغننه، ويعمل يجي النايب من ورا من هيد اوف ذا بيد ويعمل اكستنشن للنك ويبدا يدخل ال اللارنج سكوب، وعلى التراك بتاع اللارنج سكوب يدخل التيوب اللي هي الاندوتراكيال تيوب دي، يعني هنا التراك بتاعه هون ويدخل الاندوتراكيال تيوب دي اهي، دي التراكيستومي.
اهي، ودي الاندوتراكيال تيوب، هيدخلها اهي هنا هنا، دي سوري دي الاوروفرانجيال ونيزوفرانجيال، ودي اندوتراكيال تيوب، وبقى سوري دخلها وثبتها جوه في الـ. هنوصل بالعين كده، يبقى اندوتراكيال تيوب واللارينجوسكوب، فائدتها ان انا خلاص العيان حالته بقت اسوء ولازم احطه على ميكانيكال فنتيليشن. فايده الميكانيكال فنتيليشن هنا ان العين خلاص بتحكم، الجهاز التنفس الصناعي ده بيتحكم في كل حاجه في اللنج، كل حاجه، الاكسجينيشن والارييشن والبريشر والان والاوت بتاعه، ومين اللي بيشتغل، هل الجهاز ولا العيان، كل ده على حسب الدياجنوز بتاع العين وعلى حسب اللي انا دايجنوز بتاع على اساسه بحط، بيحط الطبيب بيحط السيتنج بتاع الجهاز بيعليها او يعطيها، وثانيا على حسب الاسسمنت بنشوف العيان ده البلاك جاز بتاعته شكلها ايه، الكلينيكال بيكشر، الكلينيكال ساينز اللي عنده راحت فين وبقت قد ايه، بقت اسوء ولا اعلى، عشان نبدا نتحكم ونقول البارامتر بتاع الفنتليتور دي انا هنزود فيها ولا لا. اهو بصوا الاندوتراكيال تيوب دي اولا هي طولها ثابت تقريبا 8، بصوا 8 اخر حاجه هي 28، في غالبا في لو حد رقبته، هو طبعا الطبيب بيعمل ايه، بيروح مدخلها باللارنجوسكوب لجوه خلاص، ما يحاولش يدخلها للاخر، لان انا قصتي كلها ان انا بثبتها عند الفوكال كورد تقريبا، الكاف دي النفيخه اللي هي دي اللي بشاور عليها، بنروح نافخين متوصله من بره بالتوصيله دي من عن طريق اهي متركبه على اي سرنجه، ونروح نافخين فيها سلاين، يروح الكاف دي مليانه وتتثبت عند بدايه الفوكال كورد تمام، لما تتثبت عشان تمنع اي اير لاكج ما يخشش ولا يخرج منها، فبالتالي الميكانيكال فنتليشن يتحكم في كل حاجه في اللنج بريشر وغيره تمام. طول الانبوبه دي دخولها على حسب، لو واحد رقبته صغيره او رقبته كبيره طويله، لو ست او راجل بنجيب واحده ارفع شويه، قطرها بيبقى اضعف شويه من الراجل. تاني حاجه من اللارنجوسكوب، اول ما الطبيب بيشوف الفوكال كورد بيروح مدخل التيوب وعلى طول بينفخ ويثبت على طول، والتمريض والاستاف التاني واقف جنبه بيدي على طول في نفس الوقت، يدي نفس للعيان. اول ما يلاقي الطبيب طبعا بيعرف منين ان هو ركب التيوب دي صح، بيشوف الاير الخارج من اللنج بيعمل بخار ميه جوه التيوب، فيعرف ان هو ركب الانبوبه دي صح ويبدا يشتغل على كده تمام. دي الاندوتراكيال تيوب لو والتراكيسمي، لو خلاص العيان ما ينفعش معاه اي ماسكات واي نون انفيس بروسيجر زي سي باب والباي باب اللي احنا اشتغلنا بيهم من شويه. طيب اهي خلاص بعد ما اتركبت، بص التركيبه عامله ازاي، اهو هنا الخراطيم دي متوصله، دول خرطومين، واحد ان واحد اوت، ودي النون ريبريزنج باتش زي ما قلت، لو انا عايز ازود الاكسجين للعيان بركبه على اي عيان ما عنديش مشكله. هنا السلوك دي الاي سي جي الكترود تمام، وهنا على صدر العيان في بتاع ده زي بلاستر، غالبا ده جاي كاردو يعني جاي من عمليه قلب مفتوح غالبا، يعني ما دام هنا في ستيرنوتومي فغالبا ده محطوط جاي كومبليكيتد من كاردياك سيرجري تمام. اهو ده منظر العيان، وده المونيتور، ده المونيتور بتاع ده الفنتليتور التنفس الصناعي، هنا النيزو جاستريك تيوب اهي، ده الاندوتراكيال تيوب متوصله خرطومين واحد ان واحد اوت، متوصلين هنا بهيوميدوفاير، ده الان طبعا لان الان هو اللي بيوصل يعني بنرطب الهواء اللي جاي من الميكانيكال فنتليتور نوصله للعيان، واللي راجع اهو طبعا الميكانيكال فنتليتور من ورا هتلاقيه متوصل على الول بالاكسجين والاير بتاع الول اللي احنا شفناهم اللي هو اصفر واخضر تمام. ده صورة ميكانيكال فنتليشن احنا اشتغلنا عليه قبل كده، ده موجود في واحد دكتور من الشريف مختار، ده كان قديم معرفش ستيل موجود، اسمه بينت، في دلوقتي دراجر وفي كذا نوع ديجيتال اكتر من دون. طبعا ان شاء الله يبقى لنا سيشن كامله عن ميكانيكال فنتليتور. هنا ده منظر العيان في الاخر، كل ده على الشمال ده البامب الانفيوجن بامب، ده الميكانيكال فنتليتور، دي التيوبس بتاعته الان والاوت، بص الكانيولات متوصل طبعا، دي الكانيولات دي كلها بايد العيان ورقبه العيان، هنا المونيتور اهو،
هنا الاخضر اللي فوق ده الهارت ريت، الاحمر ده بلاد بريشر، ده انتر ارتيريال لاين لونه احمر وفي بلس عمال يشتغل، يعني في ويفز شغاله. الازرق ده الاكسجين ساتوريشن، تمام. هنا في ظهر العيان طبعا هتلاقي السيستم الجاز الميديكال جاز بتاعته، الاير والفاكيوم والاكسجين بتاعه، تمام. ده عيان فعلا احنا اشتغلنا عليه اهو. هنا ده الاكسي ده هنا الاخضر ده الاحمر دون السبلاي بتاع العيان، اوكسين واير وفاكيوم. هنا الامبو باج اهي، دي الريسيستيشن باج، ده الميكانيكال فنتليتور، ده العيان. هنا غالبا كنا بنشتغل معاه مانوال هايبر انفليشن، ده كان منظر حيان في الحقيقه. فالمفروض حضرتك بعد يعني بعد الشغل ده المفروض ان انت بعد كده نعمل اسيسمنت ونعمل تريتمنت العيان ده ونتعامل معاه فول انتيتي، سواء هو كوماتوز او غيره. اهو ده هنا بنعمل فايبريشن للعيان، بيركشن وفايبريشن ميكانيكال او مانوال ايا كان. ودي كانت تقريبا حطينا على قد ما قدرت كل الاي سي ومونيتورنج. لو في حاجه شفتوها مختلفه في شكل العيان، في شكل الجهاز ديجيتال او حاله حاجه اقل شويه، هيبقى مختلف شكل الجهاز. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الكلام اللي احنا قلناه والتفاصيل اللي دخلنا فيها على قد ما قدرت. لو في اي سؤال بلغونا، وان شاء الله يبقى في سيشن كامله عن الاسسمنت باذن الله. لو عايزين ميكانيك، المفروض ان انا اعرف الميكانيكال فنتيليشن ما اتكلمناش عليه لان ده له تفاصيل كتير جدا لازم نعرفها، ولا علاقه بشغلنا، لا علاقه بشغلنا. في بعض الاسسمنت المهمه جدا زي الارتيريال بلاك جازز، لازم نعرف الانتربريتيشن بتاعتها، نعرف تفاصيلها تحصل فيها ايه وعلاقتها بشغلنا برضو. الاسسمنت جنرال للعيان، للفيتال ساين بتاع العيان، مهمه جدا. تاني حاجه ممكن المفروض نتكلم فيها اخر حاجه نتكلم على البروسيجرز اللي ممكن نعملها للمريض ده، ايه الاختلاف بينه وبين عيان كاردياك او عيان لانج عادي. والفيز بتاع الريهابليتيشن هي بتبدا من الان بيشنت اللي هي المانجمنت اوف اي سي يو بيشنت، دي فيز 1 للكارديوبالمونري ريهابليتيشن. بتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله من المحاضره، وشكرا.